تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير يا شباب. هنبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 9. تكلمنا مع بعض يا شباب في المحاضرة اللي فاتت إزاي وقفنا، إزاي نعمل الديوريشن بناء على معدلات أداء مدروسة واقعية، يعني بمعنى صح من خلال الريسورس. يا ريت يا شباب اللي يبعت بقى يبعت على الدعم الفني، يعني عشان بس الرسائل اللي بتجيني دي بتعمل لي ازعاج، الله يكرمكم. ابعتوا على الدعم الفني والمهندس أسامة هيبدأ يتواصل معاكم ان شاء الله، وفي اي حاجة هيبعتها لي في الاخر. يعني في المحاضرة اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الديوريشن، ودي كانت نقطة مهمة جدا، ومعظم المهندسين في مجال التخطيط بتغيب عنهم وبحطوا الديوريشن ايه بالصدفة كده، يعني كل واحد وحظه، يعني مدة كذا ومدة كذا ودي بيحصل عنده مشكلة انه ممكن تكون عنده كميات كبيرة مش مدروسة، وبيتفاجئ بالمدة اثناء التنفيذ ان المدة مش مكفية. اتناقشنا وقعدنا نحط المدد مع بعض، وقلنا ان الديوريشن تتحط بناء على الريسورس والدرايفنج ريسورس. لو كان عندي اكتر من الريسورس بنبدا نشوف انه اهم نشاط، اهم اي ريسورس مهم على النشاط بتاعي، وبدانا نحطها مانوال مع بعض بنحسبوها. طيب في سؤال هيطرح نفسه وهيقول طيب يا باشمهندس، وانا هقعد على كل نشاط نقعد نبص و30 و40، طب ظبطت ونقعد نظبط كده، مفيش طريقه سهلة شوية؟ أقول لحضرتك أيوة في طريقة، وهنبدأ النهاردة في خلال 5 دقائق بالظبط نحط للمشروع بالكامل الريسورس بتاعتنا مدروسة واقعية جدا. عن طريق إيه؟ عن طريق ملف الإكسل اللي إحنا كنا شغالين مع بعض، تمام؟ هننتقل مع بعض يا شباب دلوقتي على ملف الإكسل اللي كنا عاملينه مع بعض ومجهزينه بنفس الشكل ده، وتقريبا وصل لكم، وحتى اللي ما وصلوش الاكسل بنفس التحديث دي ان شاء الله في نهايه الكورس هيكون واصل له. ولكن عايز اقول لحضرتك حاجه يا باشمهندس، ما تاخدش الاكسل دي ستاندر، فيكم ناس احسن مني بكتير وتطوروه، ويا ريت نطوره. ثانيا انت لو استعملت الملف دي بعد كده هتنسى المعادلات اتبنت ازاي والفكره اتبنت ازاي. انا عايز حضرتك لكل مشروع، وعلى فكره وانا بعمل كده في كل شغلي، يعني انا الاكسل ده ممكن مشروع تاني تلاقيني، بس انا عندي 4 حاجات مهمين، 4 حاجات مهمين لازم نشتغل عليهم. يكون عندي ايه يا شباب؟ الانشطه ازاي ننظمها بالطريقه ده، تمام؟ والبادجت توتال كوست ازاي يبدا يتحسب بالطريقه ده، تمام؟ وطبعا اذا كانت المساحه او البرايس بير يونت والريسورس، تمام؟ يبقى اول حاجه الاكسل هتنظمه باي طريقه انت عايزها، ولكن في 4 عوامل مهمين جدا لازم حضرتك تشتغل عليهم: الانشطه، وازاي تظبط الاي دي زي ما ظبطناها بالمعادلات وعملناها، طبعا اللي ما تابعش لحد يراجعها. ثانيا يكون عندي ازاي نظبط، ودي هنعرفها في الكيس ستادي الثانيه برضو اللي هي شغاله البرايس بير يونت، ازاي نجمع البي او كيو ونفلترها بحيث نجمع حاجات ونكسر في حاجات بحيث تبقى متماشيه معانا في الملف الاكسل. ثانيا نطلع بالبادجت توتال كوست. ثالثا من خلال معدلات الاداء نطلع ايه؟ نطلع بالعماله المطلوبه والمعدات. تمام؟ النهارده هنعمل ايه النهارده؟ هنضيف عمود واحد فقط ونسميه ايه؟ اوريجينال ديوريشن. تمام؟ هنضيف عمود ونسميه الاوريجينال ديوريشن. من خلال الاوريجينال ديوريشن دي هنبدا نحسب، انا طبعا عندي العماله مظبوطه وعندي المعدات، من خلالها هنبدا نعمل ايه؟ نبدا نعدل نحط الاوريجينال ديوريشن على العمود ده، وبعد كده نصدرها زي ما صدرنا في الطريقه اللي فاتت بدل ما نحسب على البريمافيرا. وانا تعمدت المره اللي فاتت نشرح لحضرتك على البرمافيرا لسببين. السبب الاولاني، ما هو انا لو قعدت اشتغل لك على الاكسل انت مش هتحس حاجه بالبرمافيرا، فانا لازم ادخلك شويه على البرمافيرا. السبب الثاني بعرفك مدى الصعوبه شويه، لان في البرمافيرا بتبقى اطول وقتا وتبقى ممله شويه ولازم تقعد تحسب، في الاكسل هنظبطها على طول ونظبط المعادلات مره واحده وبعد كده نيجي نصدرها على البرمافيرا ان شاء الله. طيب هنبدا نشوف اول نشاط معانا كده. النشاط اللي معانا ده يا شباب ايه؟ احنا بنتكلم على الاعمال، اعمال السيفتي. ايه هي العمال؟ لما نقف على النشاط ده بنلاقي فيه عماله وبنلاقي فيه معدات. طيب ايه المعدات اللي موجوده؟ لما نيجي نبص هنا في عماله اهي،
طيب في معدات ولا؟ بالمناسبة يا شباب، بس تنبيه قبل ما اكمل، الاكس ار فايل اللي اشتغلنا عليه المره اللي فاتت كانت فيه الريسورس مش مظبوطه، طبعا الخطوات مظبوطه 100%، ولكن في خطا في الريسورس، لان انا كنت شغال بملف احد الزملاء ولكن كان عنده تقريبا حمل الريسورس غلط، يعني دي مكان دي، فنبهنا عليها الزميل مع حضراتكم المهندس سام الله يجزيه خير. ف بدات انا نعدل، يعني حتى الاكس ار اللي انا هشتغل عليه النهارده هو مظبوط على الريسورس اللي فيه، ولكن الشرح هو هو والخطوات هي هي، ما فيش اي مشاكل. نرجع لمرجوعنا، بنبدا نبص يا شباب على الريسورس، ان اي انشطه، اي انشطه فيها ريسورس وفيها معدات، عيني تكون فين؟ عيني تكون على المعدات. اي انشطه فيها ريسورس ومعدات يبقى انا نبص على المعدات، لان المعدات هي درايفنج في الريسورس، يعني بمعنى صح ان انا نوفر عامل بس صعب عليا نوفر معده، يعني لو العماله زادت وقلت مش مشكله، بس انا مين نثبت ايه؟ نثبت المعد. دي نقطه. النقطه الثانيه، اي ريسورس في عماله فقط، في عماله فقط انت بتركز على الاهم او السبيشال عندك، عندك معنى صح ان عندي عماله عاديه وعندي إيه وعندي سباكين، تمام؟ يبقى عيني تكون ايه؟ اظبط السباكين، نحد من السباكين شويه عشان هي تبقى ايه سبيشال شويه، لان انا ممكن نجيب عماله من السوق بس صعب ان انا نجيب سباكين، لان انا برضو المفروض يكون في اللي ماسك الزون عدد معين من السباكين فاهمين شغلهم وفاهمين كل حاجه ومرتبين، ولكن العماله بتروح وتيجي اللي هي بتخدم على الموضوع، تمام؟ طيب اي 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 نشاط في اكتر من معده بنشوف انهي معده الدرايفنج فيها، يعني مثلا انا عندي حفار وبوبكات، لا انا الدرايفنج عندي الحفار، هو لو نشاط عليه حفار وبوكات يبقى اكيد ان البوكات بيخدم على ايه؟ بخدم على الحفار، يبقى انا بظبط في الملف الاكسل تبقى عيني على الايه؟ على البوك، على 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 الاكسكافيتور اكتر من البوكات، تمام؟ طيب هنبص هنا يا شباب، نيجي باصين كده نشوف، نعمل فلتر على كل الانشطه. اول حاجه على الكرين، على الكرين بنبدا تعمل فلتر عليه بسيط جدا زي ما عملنا المره اللي فاتت، طبعا هي خطوات مكرره ولكن بطريقه مختلفه. بنبدا دي جاب لي كل الانشطه اللي عليها عماله اهيت، تمام؟ فيها عماله اهي وفي نفس الوقت فيها ايه؟ فيها 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 كرين، تمام؟ وفي نفس الوقت فيها مينرال كومباكتور، تمام؟ في انشطه فيها الميني رول كومباكتور اللي هي الرصاصه، وبالمناسبه احنا كنا ظابطين الكرين، يعني هو هو نفس العدد بتاع الميني رول كومباكتور، يعني لما تلاحظ هنا وانت واقف نفس معدل الانتاج بتاع انت وانا بدرس، على فكره انا كاني بعمل برنامج، على فكره وانا بعمل معاكم برنامج مش بشرح، تمام؟ براجع اهوت كده، انا عندي الريسورس ده 19 وهو هو نفس ال 19، بنبدا ناخد ايه تشيك سريع كده، طبعا هنا 16 وهنا 16 مظبوط الاثنين زي بعض، اذا المعادله هتكون طيب هنا 30 اللي موجود هنا 30، طيب هنا هنا نفس القصه ايه 30، يبقى اذا الريسورس اللي هي موجوده في المينيور كومباكتور المعده هو نفس العدد اللي هنعوزه. طيب بنبدا نشوف المعادله بتاعتنا، بنقول ايه بقى الاوريجينال ديوريشن هتساوي ايه؟ هتساوي مثلا هنقدر بقى في الحاله دي نبدا نبص على النشاط، تمام؟ انا الحاجات دي انت هتعرفها تبقى عارفها بسرعه يعني في من خلال الموقع، ولكن تيجي بص على النشاط مع مدير المشروع وتقول له طيب الاعمال السيتنج اوت، هقول لك يا باشمهندس انا ممكن في السيتنج اوت لا اخلي لي كرين واحد بس، يعني ايه خلي لي كرين واحد يشتغل مع الـ مع الـ في اعمال في اعمال في اعمال السيفتي، تمام؟ طيب نيجي بقى في النشاط اللي بعده اللي هو السبلاي انستليشن والجويننج، يعني شغال لي يا باشمهندس كرين يكون شغال مع مع اعمال السيفتي، وفي كرين يكون بينزل في المواسير. ما هي النشاط اللي بعده بيقول ايه يا شباب؟ احنا لسه دلوقتي ما اشتغلناش، احنا بنفهم المشروع، لو حضرتك فاهم المشروع بتشتغل اسرع مني، ولكن انا بديك خطوه ان ازاي نفهم المشروع وانا بفهمه معاكم، تمام؟ لان انا عامله بقالي اكتر من سنه فنسيه يعني. فعندي السبلاي انسوليشن والجويننج والالاينمنت، يبقى اذا ايه دي تنزيل المواسير. هيجي مدير المشروع يقول لك يا باشمهندس هنا حط لي، هنا حط لي كرين واحد وهنا حط لي مثلا اثنين كرين. طيب احنا تسهيلا على يعني تسهيلا على نفسنا هنقوله مثلا ايه، هنعوزه مثلا
نص يعني مثلا ايه، انا عندي 2 كرين، هنقول 2 كرين، يبقى اذا لو هي 2 كرين يبقى الاوريجينال ديوريشن هتساوي ايه؟ نص العدد. يبقى المعادله بتاعتنا هتقول ايه بقى يا باشمهندس؟ حضرتك بتقول بتساوي على كام؟ على 2 على 2. تمام يا باشمهندس. وطبعا انت يعني ممكن تقرب لايه، لعدد اكبر شويه، وممكن تاخد معادله راوند اب، تستعمل ممكن تستعمل معادله راوند اب. ممكن تقول له عشان نتاكد بس، تقول له دي بتساوي، ممكن نحطها هنا مش مشكله دلوقتي. ممكن حضرتك تعمل راوند اب مثلا ايه، تقول له مثلا راوند اب زيرو، ان تاخد لي عدد ايه، خد لي عدد اكبر شويه عشان يطلع عدد صحيح. بعد ما حضرتك عملت المعادله بتيجي عامل ايه لكل ايه، لكل المعادلات، دوس دبل كليك بيديك كل ايه. اذا انا حطيت كل الانشطه للاعداد دي كلها يا باشمهندس. لاحظ ان احنا في البرمافيرا كنا بنعمل نشاطين ثلاثه وبناخد وقت، تمام. يبقى اذا انا وصلت للاوريجينال ديوريشن في كل الانشطه اللي هي خاصه بالمعده ده. بعد ما بنخلص المعده ده حضرتك بنيجي ايه، فاتح كليك، فاتح الفلتر بتاعي، خش على النشاط اللي بعده. النشاط اللي بعده مثلا عندي نشاط، عند في هنا بقى يا باشمهندس اهو، جات عندنا اهو، عندي الاكسكافيتور وعندي الخاص بالدمب تراك. طيب انه الاهم بالنسبه لي؟ لا، الاهم عندي الاكسكافيتور اللي هو الحفار. المعدات ليه؟ لان القلاب لو متاخر شويه او حصل تشوين ممكن يشون في الموقع، يعني مش لازم ننقل ناتج الحفر بعيد، او ممكن ننقل الحفر اللي هو في الاماكن الضيقه اللي هي هتعوق العمل، والاماكن مثلا في ديد اريا كتير ممكن نشون فيها، يعني مش لازم ايه، لو حصل عجز في الدمب ترك ممكن يتعوض، ولكن انا يهمني الاكسكافيتور يكون عمليه الحفر اكتر. يبقى اذا هنهتم في الحاله دي فين يا باشمهندسين؟ يبقى عندي درايفنج ريسورس هنا فين؟ الدرايفنج ريسورس هو الاكسكافيتور. بنيجي عامل المعادله بتاعتنا، هنبدا بس نعمله فريز عشان نعرف نتحرك. ممكن نعمل فريز نثبت المعادله، نعمله الدول هايد بالمره كده عشان مش عايزينهم. ونعمله نقف هنا ونعمله فريز هنا. ان فيو فريز عشان بس نبدا نتحرك براحتنا. تمام. يبقى اذا الدرايفنج هنا يا باشمهندسين فين؟ درايفنج هنا الاكسكافيتر. هنيجي نقف هنا في المعادله ده وهنقول له دي بتساوي ايه؟ بتساوي ده على كام؟ ممكن نقوله مثلا على زي ما عملنا المره اللي فاتت، نقول مثلا على 20، بمعنى ان انا ونقول له ايه؟ ونقول له يساوي، يبقى حضرتك لو 12 حفار، لو 20 حفار، افهم المعادله معايا يا باشمهندس، انا قسمت على كام؟ على 20. يبقى لو 20 حفار هنخلص في 12 يوم، تمام. طيب ممكن نقلل شويه، مثلا نقول مثلا نخلوها مثلا على اللهم صل على المصطفى، ممكن نخلوها مثلا على 10 ونقول له انتر، يبقى هنخلص في 25 يوم، يعني لو 10 حفارات في كل زون. نراجع مع بعض يا باشمهندسين، احنا دلوقتي ايه بنقول مثلا ايه 10 حفارات، ولازم حضرتك يا باشمهندس برضه وانت شغال تبقى خطتك هتشتغل ازاي. وطبعا دي بتكون مع الصح يا باشمهندس، بتكون مع مدير المشروع وبتناقش مع مدير المشروع، ومدير المشروع لو في سب كونتراكتور يقعد معاه، ولو في صاحب قرار. انت لازم خلي بالك يا باشمهندس مين صاحب القرار، لان ممكن ما يكونش مدير المشروع معاه كل الصلاحيات، ممكن يكون مدير المشروع معاه جزء من الصلاحيات، ممكن يكون صاحب الشركه او مدير المشاريع هو اللي معاه الصلاحيات. حضرتك تبحث ده لو عايز تقعد حط تخطيط صح. ودي طبعا دي بتاخدنا لنقطه، العلم الجديد هو اللاست بلانر سيستم او اللين كونستراكشن، ودي ان شاء الله ربنا اعاننا ممكن نقدم فيها كورس، اللي هي عمليه ايه؟ عمليه المشاركه، ازاي يكون القرار قرار جماعي. ليه يا باشمهندس؟ لان حضرتك مش هتمشي المقاول الباطن بدماغك،
ومش هتمشي مدير المشروع بدماغك، وممكن يكون مدير المشروع عنده قصور في اخطاء او عنده معلومات غايبه عنها، فما اول الحفر اوير بيه. وبالفعل وانا بكلم حضرتك من واقع كيس استدي حي، احنا لما حصل عندنا مشكله في الحفارات كان مين اللي ادانا الضوء الاخضر ان احنا نستعمل ترانشر، وان الترانشر ممكن يجيب عمق لحد متر ونص باريحيه جدا، وان الاخطاء بتاعته وان الاعطال بتاعته ممكن نتغاضى عنها بمقابل معدات الانتاج، كان ناس متخصصه في اعمال الحفر. يبقى اذا حضرتك بتاخد انت بتقتبس الخبره من كل ايه؟ من كل صاحب مجال بتبدا ايه تتناقش معاه. طيب خطتنا احنا شغالين هنشتغل، مش انا احط مدد وخلاص، انا بكلمك انت لو عايز تحط خطه واقعيه وصحيحه، مش نحط مدد وخلاص وانا فاهم الاكسل شيت شغال ازاي وعمال نحط مدد وتعلمت ان المدد بتقسم بيها على اربعه، لا. انا بنبقى قاعد مع مدير المشروع بيقول لي انا هشتغل دول كده مع بعض تمام، وهنشتغل معاهم، هنبدا بالتوازي. يبقى اذا في فريق عمل مثلا هيشتغل ياخد زون واحد بالكامل بالفيزات بتاعتها، يخلص فيز واحد ينقل على فيز اثنين على فيز ثلاثه، في واحد يقول لك مثلا ايه هنشتغل زون اثنين وبعد كده وبعد كده مثلا يكون مثلا المقاول ده لو انت عايز خط حسب طريقتك، مثلا يكون مثلا المقاول اللي شغال في زون واحد ممكن ندي له مثلا على سبيل المثال ندي له مثلا زون فيز واحد في زون اربعه. يبقى اذا المقاول الثاني هيبدا منين؟ المقاول الرابع هيبدا من فيز اربعه ياخد زون اربعه، بعد ما يخلص زون اربعه يخش على زون ثلاثه، على بعد ما يخلص فيز اربعه يخش على فيز ثلاثه، بعد ما يخلص فيز ثلاثه يخش على فيز اثنين على سبيل المثال، يكون خلصوا بالتساوي. يكون في الحاله دي ان المقاول شغال في زون واحد، بعد ما يخلص الاربع زونات هيكون خلص كمان ايه؟ هيكون خلص ساعد المقاول اللي شغال في زون اربعه في زون معينه، وهكذا. مثلا على سبيل المثال ان زون اثنين اقل شويه من زون ثلاثه، ممكن نيجي ايه بين المقاولين وقاسم مثلا زون ثلاثه دي اتقسمت لايه؟ لجزئين ياخدها المقاول اللي شغال، دي تنسيقيه داخل المشروع. ولكن احنا في خطتنا مثلا هنقول ايه في الشرح بتاعنا؟ هنقول ان المقاول كل مقاول واخد زون وشغال فيه، ولكن المقاول الصغير اللي انتاجيته قليله هنخليه في زون ايه؟ في زون واحد. والمقاول الكويس المقاولين الكويسه بنبدا ننزلهم في ايه؟ في النص، لان النص فيها ايه؟ فيها شغل كتير. وطبعا كل مقاول بيبقى له سعره لان حسب طبيعه التربه، يعني مثلا احنا عندنا في المشروع مثلا زون ثلاثه كبيره، ليه كبيره حضرتك؟ فيز ثلاثه كبيره لان هي لوس ساند، يعني بمعنى صح ان هي ايه؟ تربه سهله، وذلك كان الزون فيها ايه؟ وكانوا بيتخانقوا على المقاولين بالمناسبه، كله عايز يشتغل فيها لانها معدلات الانتاج فيها عاليه جدا والسعر تقريبا قريب، يعني مش عادي، ولكن برضو حضرتك بيبقى الاسعار بتختلف بين المقاولين. يبقى اذا اتفقنا ان احنا نشتغل زون واحد بمقاول، زون اثنين بمقاول، زون ثلاثه بمقاول، زون اربعه بمقاول، تمام. طيب نرجع لمرجوعنا بقى يا باشمهندس. كده احنا حطينا قلنا اللي عملنا فلتر، احنا كده فتح عملنا احنا حطينا المعادله دي اخر حاجه كانت عندنا الاكسكافيتور، احنا شغالين على الاكسكافيتور نسينا ما نعمل فلتر، لازم نعمل فلتر يا باشمهندس عشان ايه تجينا المعدات اللي هي خاصه بالايه بالاكسكافيتور. عملنا فلتر عليها وعملنا اول معادله، قلنا مثلا ايه؟ قلنا عندي 10 بوكلينات، اذا 10 بوكلينات او 10 حفارات هيشتغلوا في زون واحد، بما فيهم مثلا 10 وممكن تزود بقى في زون اثنين، تمام. وطب لما زودتش يا باشمهندس اذا المده اللي هتزيد، يعني اذا المده اللي هي هتزيد، يعني معنى صح لو اشتغلت هنا 10 يعني دي هتبقى مدته اقل، في حين هنا لو 10 هياخد مده اكتر ودي هياخد مده اكتر. كده احنا حطينا قلنا على 10 بنبدا ايه نعمل كنترول. طبعا الفلتر ما اشتغلش عشان احنا عاملين فلتر، لما تدوس دبل كليك ما اشتغلتش معاك يا باشمهندس، تاخدها كوبي وبتنزل عليها ايه على الكل كده ايه كنترول شيفت داون، لا هتجيب الكل مش هتنفع كنترول شيفت داون المعادله، يبقى يعني ناخدها ايه كابي وبيست افضل. كنترول سي سي كنترول في، تمام يا باشمهندسين. طيب بعد ما قلت راجع تيجي مراجع تاني بقى يا باشمهندس، مراجعه سريعه كده، هنا المده كام؟ المده 25 اوكي. عندي حاجه اكبر ممكن تعمل كمان لو تعمل سورت من الاكبر من الـ من الـ من اللارجست للسمولر،
تشوف ايه لو في حاجه معديه، ايه حاجه اللي حاجه اللي معديه ال 44، او تشيك عليها بسرعه از يو لايك يعني. فانا عندي اهوت 4 43، المده دي 43 اكيد هي هتكون في زون 2 او 3، لان طبعا ايه حتى لو وقفنا فيها كده ممكن زون 3، هي لاحظ هي إيه، انا قلت لك زون 2 او 3 في النص، يعني المده دي الكبيره ايه في النص. او جاتني حاجه هنا يا باشمهندس السريعه، هي جاتني كام؟ هنا 47 في زون 3، تيجي بوقف عليها كده يا باشمهندس حضرتك وتقول له كام؟ على 12 بوكليه، تخلي دي ايه على 12 وتقول له بساوي اصبحت 39. انت بتشيك لو في لاحظ ان لقطنا 75 كمان اهي، ده هنا في 75، هنا في 75 ده كبيره جدا، يبقى اذا دي هتبقى مثلا على 15 50، لا ده ما ظبطتش، ده احنا بنقول مثلا نريح دماغنا ونقول على كام، ماشي 18 تمام. طيب يبقى اذا ايه هنا 39 يوم. في حاجه تانية اكبر من 44 يا باشمهندسين، 44 احنا بنطبق الدي سي ام اي، واكيد احنا بقينا ايه خبراء جدا في الدي سي ام اي كده كله تمام، ايه عملنا مجموعه انشطه كبيره جدا في كل ما يخص اعمال الحفر تقريبا خلصناه. لاحظوا ان احنا على البرمافيرا كنا بناخد وقت كتير تمام. طيب باقي لي ايه؟ باقي لي النشاط اللي بعده اللي هو نشاط خاص ايه في معده، في معده اللي هي الاكويبمنت اللي هي الايه البوكات تمام. هنيجي عامل فلتر ايه على كل الانشطه اللي خاصه بالبوكات، ونيجي باصص بصه سريعه كده، عندي بوكات وعندي ميني رول كومباكتور تقريبا ايه نفس العدد. طيب انا لو في الحاله دي يا باشمهندسين انا بنقارن بين الاهم، هل اللي انا يعني مثلا ايه المده، ما عشان تحط المده مدروسه، انهو اي معده حرجه بالنسبه لك، انهو معده لو احتجت عدد منها تقدر توفره، فين اللي انت ما تقدرش توفره، اللي صعب التوفير هو اللي اشتغل عليه. تاني يا باشمهندس انا بركز على الكلمه دي، لا امتى تحط دراسه النشاط؟ يتم دراسه النشاط على الكريتيكال اكتيفيتيز، او مثلا بيسموها السبيشال اكتيفيتي، سبيشال اكويبمنت او سبيشال ريسورسز، الريسورس اللي انا مش عايز نعمل فيها دروبات، عايز ندرسها كويس عشان ما نحتاج ما يحصلش عجز فيه. فلو لو في اختلاف بين المينرال كومباكتور والبوكات، هنبدا نبص ايهما نقدر نوفره. على سبيل المثال لا انا اقدر اوفر الميني رول كومباكت، يبقى خلاص مش هحطها في دماغي، احط للمعده الاهم بالنسبه لي عشان واظبط ايه واظبط الديوريشن عليه. طب لو الاثنين مهمين اوازن بينهم، تمسك النشاط اللي فيه باتنين اللي فيه اكتر من معده مهمه، تبدا في الحاله دي انت مضطر فتبدا توازن بين يعني مثلا 13 و4، يعني تظبط المعده مثلا تخليهم الاثنين اقل، تظبط الديوريشن تكون بحيث تكون قريبه من الاثنين، ما يحصلش دروب كتير بين الانشطه بين المعدات وبعضها تمام. طيب في الحاله دي مثلا على سبيل المثال عندي ايوه لو سمحت بس طالبين من حضرتك تعلي الصوت شويه. الصوت مش واضح؟ لا واضح، تعلي صوتك شويه. طب كده حضرتك المايك كده كويس؟ الو؟ لو ممكن تقرب شويه من المايك. اهو يا باشمهندس كده كويس؟ الو؟ تمام. الو انا هو نفس الجهاز اللي بسجل منه كل مره، سيما بس ان انا مغير المكان يعني، بس هو النت والجهاز هو الجهاز يعني. ف كده كويس يا شباب؟ تمام واضح كويس. مفيش مشكله، واضح عندي. يا ريت يا شباب اللي واضح عنده يا شباب يكتب واحد، ما يكتبش واضح واحد، لو اللي مش واضح عنده يكتب لي اثنين يا شباب، اثنين. في حد كتب اثنين؟ لا الحمد لله مفيش اثنين، ده في واحد كتب وحدات كتير. طب كويس والله يا باشمهندس. خلاص يبقى كده الصوت واضح كده. طيب يا باشمهندسين نكمل بقى يا باشمهندسين. نبدا بقى بصوا بقى يا باشمهندسين، مثلا ايه البوكات، انا عايز مثلا على سبيل المثال عنعوز كام بوكات مثلا في اليوم، مثلا ممكن نقول واحد ماشي، تيجي نقول مثلا عايز بوكات واحد، مش مهم عندي هنعوز بوكات واحده او ميني رول كومباكتور واحده، او نعوز مثلا اثنين، لو هنعوز اثنين
اقسم لو عايز اتنين في اليوم، هنقسم مثلا ايه المعادله على الاتنين، هنقول مثلا ايه هنعوز واحد على سبيل المثال، في الحاله دي هنعوز واحد، هنقول له المعادله دي بتساوي ايه، دي بتساوي ده، وعشان تبقى سهله معاك برضو تقول ايه عشان لو حبيت تغير بعد كده وتعرف هي مقسومه عليه تقول له على واحد وخلاص، عشان لاجل الايه، لاجل للعلم فقط يعني. كنترول سي، وتيجي حضرتك نازل على الانشطه كلها. احنا كده بنحط يا شباب اللي دخل متاخر، احنا بنظبط الديوريشن بدل ما نظبطها على البرمافيرا، هنعمل على البرمافيرا حاجه واحده فقط هي الريليشن. يعني الناس اللي لسه مش متعلمه برمافيرا، لو حضرتك عارف اكسل مش هتعمل على البريمافيرا غير الريليشن فقط، وهتعرف بعد التريكات البسيطه ازاي تعمل تشيك على الدي سي ام اي، تمام، بالاضافه للحاجات الفنيات يعني هنتعلمها مع بعض، ولكن ايه الحاجات المهمه او اللي بتحتاج شغل من المهندس بنعملها كلها على الاكسل. طيب بعد كده خلصنا خلصنا الانشطه، انا عيني هنا ايه اللي باقي؟ باقي عندي إيه؟ الخانه دي فاضيه، نبدا نبص الخانه دي فيها ايه. لو وقفنا مثلا لو وقفنا هنا نشوف كده هنا بقى يا باشمهندس عندي إيه اكتر من عامل، اكتر من عامل. نبدا نبص بقى، عندي بلامبر، وهي بالمناسبه بالصدفه انهم 8 8 8، لو في اختلاف بينهم، لو في اختلاف بينهم حضرتك يا باشمهندس تبدا تشوف اهمهما يعني. طيب عندي مثلا بلامبر وكاربينتر وستيل فيكسر موجودين، طب انه الاهم مثلا؟ لو في مثلا على سبيل المثال مثلا البلامبر الاهم، يبقى هو اللي هو اللي ندخله معايا في المعادله، تمام. على سبيل المثال كلك نفس العدد، يبقى نقول مثلا ايه الكاربينتر، نعمل فلتر عليه ونشوف ايه كل ايه في الحاله دي. انا عايز مثلا البلامبر والكاربينتر، عايز بلامبر واحد وكاربينتر واحد مثلا وستيل فيكسر واحد، وخاصه هو ايه انستولينج اوف النشاط، بيقول ايه بقى سبلاي supply insulation of manhole and hookup، يعني هو تركيب المتوريد. طبعا بتجيب المعنى كلمه سبلاي بس عشان الناس ما تفهمهاش، هو بيبقى موجود في الستوك او هتجيبه من الايه من المين ستوك او الستوك الرئيسي، تبدا ايه تورده عندك وتركبه وتعمل له ايه التوصيل بتاعه. طيب الحاجه دي مثلا بتحتاج وزن وحاجات، يبقى هنقول له مثلا ايه دي بتساوي ايه نفس العدد، يبقى هنقول له ده بتساوي على سبيل المثال ده انتر، وتاخد نفس ايه نفس اللي عملناه، تاخدهم كابي وتنزل بيهم ايه، تمام. كده خلصنا كل ما يخص ايه كل ما يخص اعمال المناهيل، نبدا نفتح النشاط بتاعي حضرتك وايه وتشوف ايه اللي باقي. اللي باقي عندي النشاط اللي بعده هتشوف ايه الـ ايه الـ ايه النشاط اللي بعده بادئ اللي بعده سيستم تيستنج. طيب في السيستم تيستنج يا باشمهندس هنا مش هعرف اعمل فلتر، ليه؟ لان في يعني مثلا لو عملت فلتر هنا، لو عملت فلتر هنا هيجيب لي كل الانشطه، انا عايز طبعا في نوع في مشكله هنا طبعا، ولو عملت فلتر على العدد ده فهيجيب لي اكتر. طب تعال نجرب، يعني مثلا لو عملنا فلتر هنا بيجيب لي الانشطه كلها، مش انا عايز السيستم تيستنج كل ما يخص النشاط بالسيستم تيستنج، تمام. طيب بنبدا نفك الفلتر ونعمل الفلتر بطريقه ثانيه، بطريقه ثانيه مختلفه. دي الميزه لما قلت لحضرتك يا باشمهندس في الاول خالص، ثبت يعني اعمل مجموعه واحده للصرف وكررها، واعمل مجموعه للميه وكررها، وميز بينهم بالكود. يا ريت يا باشمهندسين تركزوا معايا، والله الحاجات دي كلها حاجات فنيه من خلال خبر، فيا ريت الشباب تركز معايا جدا في النقطه دي، عايزك يعني الفنيات اكتر من التريكات اللي من الشرح اللي احنا بنشرحه على الاكسل. في الانشطه يا باشمهندس، في الانشطه ثبت الاسم، يعني مثلا ايه سيستم تيستنج، ما تكتبليش بقى انا بنلاقي مثلا واحنا بنراجع جداول مثلا بعض الاحيان نلاقي مثلا ايه سيستم تيستنج فور سور سيستم، سيستم تيستنج مثلا فور مش عارف ايه، او تيستنج بيجي مغير اللهجه كمان، تيستنج فور سور سيستم، وبعد كده سيستم تيستنج، لا ثبت الكلمه وكررها، يعني اعمال التيست وبتتكرر على كل الانشطه، الكلمه ثابته.
وجنب منها الكود بقى، وميز في الكود، يبقى هنثبت النشاط زي ما احنا شغالين. يعني اللي اشتغلت زي كده، ولكن دي الميزه اللي لما تلاقيني في الاول وانا كنت عمال ناخدها كابي وبيست، كان كنت نقصد حاجه زي كده، عشان لما نيجي نعمل فلتر على البريمافيرا لها طريقه، بنرجع للكود، ولما نيجي نعمل فلتر على الاكسل بناخد الاكتيفيتي نيم عشان تسهيل للعمل معاه. طيب في الحاله دي انا لو عملت فلتر بالطريقه التقليديه اللي احنا عملناها دلوقتي للانشطه اللي قبل كده مش هيمشي معانا. فبنيجي عامل ازاي يا باشمهندس؟ بنوقف هنا، تمام، ناخد دي الاول بنقف هنا وناخد دي ايه كوبي، بس ناخدها كوبي بالاسم فقط، ما ناخدش الكود، تمام. يبقى حضرتك انا وقفت هنا وخدت كوبي للايه، للسيستم تيستينج، تمام. وتيجي عامل الفلتر وتقول له ايه، اعمل لي بحث على ايه، كل ما يخص السيستم تيست، تمام. عمل لي فلتر كده ايه، جاب لي على كل ما يخص ايه السيستم. عندي في السيستم نوعين من التستنج. تيست موجود فيه كلك عمالي، تمام، دي عماله موجوده مع الكل، وفي فني او مجموعه من الانشطه موجود فيها كهربائيه، يبقى اذا السيستم تيستنج خاص بالايه، باعمال الكهرباء. وفي مجموعه ثانيه موجوده في السباكين، يبقى اذا السيستم تيستنج خاص بالسباكين. طب هنفرز بينهم ازاي؟ بنيجي عامل فلتر ثاني، نيجي عامل فلتر دبل فلتر بقى. يعني انا الاول عملت فلتر جبت الانشطه ظهر لي دول. طب انا عايز نعمل فلتر مثلا خاص ب الكهربائيه، يبقى هنعمل فلتر دبل فلتر ظهر لي كده كل ما يخص اعمال الكهربائيه. نبدا نقارن، عامل اساسي ولا مهم ولا كهربائي سهل ان انا سهل عليا نوفره؟ لا، العامل الاساسي سهل عليا نوفره، عشان لو حصل عجز ممكن نوفره، ولكن الكهربائي لا، الكهربائي صعب ان انا نوفره. يبقى اذا نعمل الديوريشن بتاعتي على الكهرباء، يبقى هنعمل الاختبارات. ممكن نعمل الاختبارات دي، نقول مثلا ايه، هنوفر اثنين كهربائيه في اليوم. يبقى اذا لو انت هتوفر اثنين كهربائيه يسلموا الاستشاري او يسلموا الاونر او يعملوا تيستنج عموما، يبقى هتقول له المعادله حضرتك الشهيره اللي احنا بنقسم دي على الاثنين، هنقول له دي بتساوي كام؟ بتساوي دي على الكهربائيه على الاثنين، يبقى اذا ثلاث ايام في عمليه السيستم. ونبدا ايه، ناخدها كابي كلها على بعضها كده ونقول له ايه، بيست، تمام يا باشمهندس. يبقى اذا اعمال السيستم في الكهرباء كلها يومين وثلاث ايام، ويومين وثلاث ايام. في فنيات في السيستم في تيستنج، حسب ظروف الموقع، في فنيات كتير ومش عايز استطرق لها، لان انا بصراحه انا كنت ناوي اخلص بعد 10 محاضرات، ولكن الموضوع ممكن يطول معانا ل 12 محاضره، فانا عايز ننجز عشان ايه، تكون وقت الكورس يعني مده الكورس قليله يعني. بعد كده هنبدا ايه، ناخد اعمال السباكه، السيستم تيستنج لاعمال ايه، الاعمال السباكه. يبقى هنا نبدا برضو نقول له عدد يعني هنعمل سيستم يكون موجود معايا اثنين سباك في اليوم، يبقى هنقول له المعادله ده العماله الديوريشن بتساوي عدد السباكين على الاثنين، يعني انا عايز اثنين سباكين في اليوم قبل الاوريجينال ديوريشن اللي هندخلها على ايه، على البريمافيرا. نبدا ايه، طبعا في البريمافيرا ما تقدرش تعمل الانشطه دي كلها مع بعضها، فبتضطر تعملها واحده واحده، فانا عملت لكم المره اللي فاتت التجربه على البريمافيرا، وهنكمل الدوريشن ايه ونكملها مع بعض النهارده. طيب بعد كده خلصنا السيستم تيستنج كله، وحضرتك لما تبقى شغال لوحدك يا باشمهندس ما بتاخدش الوقت دي، يعني انا يعني مجرد انا بشرح بس، فدي الوقت اللي بيتحرق معانا، بناخد وقت اكتر، تمام. حضرتك خلصنا كل الانشطه ده، فاضل معانا اخر نشاط اللي هو خاص بايه يا شباب، خاص بالاعمال الوصلات المنزليه اللي هو الهاوس كونكشن. طيب الهاوس كونكشن عندنا، هل عندنا معدات في الهاوس كونكشن؟ لا، ما عندناش معدات خاصه بالهاوس كونكشن. طيب عندنا بلامبر، وعندنا سكيلد ليبر، وعندنا ان سكيلد ليبر. نفس القصه، هنبدا ايه، هنبدا نعمل لها فلتر، مش الفلتر بتاعها هيتاخد كابي وبيست بالنشاط، هنعمل فلتر ايه، بحث باسم النشاط، ناخده كابي كده ما عدا الكود بتاعه، ونقف هنا. حضرتك يا باشمهندس بتقف فين؟ بتقف على الانشطه وبتقول له فلتر هنا، احنا عملنا، نفتح الفلتر تاني بس عشان عملنا خطا، وبتعمل اوكي. بدا يظهر لك ايه، سبلاي اند انسوليشن اوف هاوس كونكشن، كل الاعمال اللي خاصه بالهاوس كونكشن. بتبدا حضرتك
ممكن الهاوس كونكشن بتحتاج ديوريشن اكتر وبتاخد وقت كتير ووزن وبتاع. لاحظ في الاستلام انا قلت 2 سباك، دي بترجع بقى للخبره وطبيعه العمل. وجيت هنا في الهاوس كونكشن لا، هنقول له انا عايز الوقت اطول لان بيعوز وزنيه والسباكين ويبدا يظبط، فياما سباك واحد يعني فيها شغل عماله اكتر. تمام. اما في الاستلام 2 سباكين مع العمال، لان انا بسلم بسرعه وبنعمل اختبار بسرعه فما ياخدش وقت. ففي الهاوس كونكشن ايه، حاول تزود المده شويه، وفي الاستلام قلل المده وزود العماله. في الشغل الطبيعي لا، بيحتاج طبعا حسب طبيعه العمل. ففي الوصلات المنزليه ممكن سباك، وخلي بالك احنا حاطين هنا في الهاوس كونكشن ايه، فني اللي هو سكيلت ليبر يعني مساعد سباك. يعني اذا معانا لو لما يبقى معانا سباك ومساعد سباك والعماله اللي ايه اللي هتبقى موجوده، فهنقوله ايه سباك واحد معاه ايه معاه المساعد بتاعه بالعدد العمالي. يبقى اذا ايه مش هنقسم على 2، هنقوله ايه ان المده بتساوي ايه بتساوي عدد الايام. يبقى المعادله هنا في الاوريجينال ديوريشن هتساوي ايه، هتساوي سواء كانت البلامبر او الايه او السكيلت ليبر، يعني لان الاثنين نفس العدد. وبتاخدهم كوبي وبس يا باشمهندس. حضرتك ايه خلصنا كده ايه، خلصنا للسكيل الهاوس كونكشن. تفتح الفلتر وتبدا ايه تشيك تشوف في حاجه ناقصه ولا لا. طيب عشان انا بقى للتسهيل كده، في حاجه هنا ناقصه، في هنا فاضي حاجه اهيت. ايه هي دي؟ خاصه بايه؟ خاصه بالدكت لينج اللي هو اعمال الكوميونيكيشن تقريبا. اعمال الكوميونيكيشن دي خاصه بالكوميونيكيشن. طيب في الدكت دكت اكسكافيشن، دي عملنا الاكسكافيشن لان جت مع المعدات معانا، والسبلاي انسوليشن اوف مانهول دي جت لان تقريبا كانت في معده فكده خلصت. يبقى باقي معانا ايه؟ الدكت لينج. طيب الدكت لينج ايه اللي موجود فيها او ايه العماله اللي موجوده فيها؟ موجود فيها عماله عاديه وسكيلت ليبر. فيها معدات؟ لا ما فيهاش معدات. بنبدا ناخدها ايه، لو خدتها بالفلتر العادي مش هتيجي، هناخدها بالفلتر ايه بالبحث باسم الايه؟ باسم النشاط. كنترول سي ونبدا ناخدها بحث باسم النشاط. تمام. ونبدا نقول له مثلا ايه سكيلت ليبر عادي، يعني يبداوا ايه ان خلوها 7 ايام عادي، وممكن هي شغلها بسيط. هنقول له عملين ضغطات تحت الطريق تي بتساوي ضغط لينج على مثلا 2 2 انتر. بعد كده كنترول سي كنترول سي وعلم عليهم كلك كده. كنترول في خلصنا من شغل الضغط، الضغطات اللي هي خاصه بالتليفونات. باقي لنا حاجتين اهوت. في حاجه هنا يعني طبعا هنعمل فلتر دلوقتي، هنشوف ايه اللي ناقص، ايه اللي حاجه اللي ناقصه هنا. Supply and cable link of lighting posts. تمام. في سؤال على الشات يا هندسة. طيب السؤال على الشات، يعني حضرتك كده الوصلة الواحدة هتاخد يوم لو عامل واحد. باشمهندس هي مجرد انا بفهمك الفكره، وهي ممكن تاخد يوم وممكن تاخد يومين، يعني هي مجرد فكره مش اكتر. يعني في ممكن ليه ما هي بتاخد يوم يا باشمهندس؟ ما هو برضه عشان بس ما نبقاش نعبي للناس ارقام، لان احنا جبناها منين؟ احنا جبناها من العمالي. يعني اخر فلتر احنا كنا شغالين عليه بس عشان الحته دي تبقى الناس حاسه معايا بالارقام. ما هو انت بتشتغل، احنا كنا من اهو عامل فلتر على دي حضرتك، عملنا كنا شغالين على الفلتر ده فين؟ دكت لينج، واعمل لحضرتك فلتر عليها عشان نشوف هل في نشاط هياخد يوم ولا لا، ونبص عليه كده. اولا مفيش انشطه بتاخد يوم، يعني ظهرت هي معظمها 4 ايام، معظمها 4 ايام 4 ايام 4 ايام. طب هي جت منين يا باشمهندس؟ ما هي جت منين؟ ما هي جت من العمالي.
طب العماله جت منين؟ العماله جت من معدلات ما هو بص هي لو دي بقى انت يا اما ناسي اللي انا قلته قبل كده ولكن انا هذكرك به، يا اما متابع معانا متاخر. طب ما هي العماله دي جت منين؟ العماله جت من معدلات الانتاج. طب معدلات الانتاج دي جت منين؟ جت من الكميه. انا ماليش دخل تاخد يوم تاخد ربع يوم، انا ارقام مبنيه على ارقام عندي. هتخلينا افك لك الفريز تاني ونبدا نعمله. طيب اهوت نفك الفريز عشان الحاجه والحاجات الانهايد عشان بس نظهرها دي ما كانتش ولكن يعني لازم نكون كل الناس متابعه معانا. انهايد العماله دي يا باشمهندس من اول هنا، احنا شغلنا كله على العماله النهارده، شغلنا كله على العماله، ومن العماله بنجيب الاوريجينال ديوريشن. تمام. طيب ما هي العماله جت منين يا باشمهندس؟ لاحظ العماله جايه مقسومه معادلات على بعضها. العماله جت من خلال معدلات اداء، ماشي، مقسومه على الكميه بالمتر الطولي، ماشي، وجت ضارب في 3 ايا كان ضربت بقى حسب ما شرحنا قبل كده. يبقى اذا العماله جت من معدلات اداء كمية مقسومة على معدلات أداء، بمعنى أن أنا مثلا 1000 متر في اليوم وأنا بعمل 100 متر في يعني الست عمال مثلا على سبيل المثال دي مثلا بياخدوا 100 بيعملوا 100 100، يبقى إذا أنا محتاج 10 كوب. طيب من خلال العمالة أنا وصلت بنوصل دلوقتي للأوريجينال ديوريشن. فتاخد معايا يوم، تاخد معايا يومين، تاخد معايا 3، حضرتك بتبدأ تحسب كل نشاط جه منين. على سبيل المثال مثلا الرقم دي جه منين، الرقم دي جه اسم دي على كذا، دي على 2، المعدات على 2. طب هي المعدات جت منين يا باشمهندس؟ المعدات جت من معدلات الأداء، الكمية الكلية مقسومة على معدلات الأداء. طب معدلات الأداء جبتها منين يا باشمهندس؟ جبتها من بالنسبه للمثلا الحفر على سبيل المثال، معدلات الاداء جبتها منين؟ جبتها من المقاول بتاع الحفر، انه اكتر واحد متخصص وقعد مع مدير المشروع واتفقوا مع بعض وقعدنا الحاجات دي مهمه كلها، وصلنا لقلنا مثلا ان احنا هنحفر مثلا في التربه الصخريه ده، او من خلال خبرتي يا باشمهندس في المنطقه دي او في المنطقه دي كلها انا بحفر مثلا 20 متر طولي او 15 متر طول. يبقى اذا عرفنا معدلات الاداء من الناس الخبره او الاكسبيرت جادجمنت، اللي انا زي ما قلت لك ان هي ايه؟ ان هي تبادل المعرفه، ثقافه تبادل المعرفه. انا ما بعملش برنامج زمن، انا بنعمل اداره مشروعات. برنامج الزمن لو اتعامل صح هو مجموعه افكار اتبنت اتحطت على بعضها نتجت خطه. تمام. يبقى اذا مش انت يا بلانر بتحط البرنامج الزمني، ولا انت يا مدير المشروع اللي بتحط البرنامج الزمني، كلنا بنحط البرنامج الزمني. تمام. يبقى المده دي بقى انا ما اشغلش دماغي بقى هي جت ازاي. يعني انا دلوقتي بنحط الاوريجنال ده عشان بنقسم معدات، بنقسم عماله او معدات على نقول مثلا عن عزم معدتين في اليوم يطلع لي الاوريجنال دوريشن، كذا في اليوم يطلع لي الاوريجنال دوريشن. جت ازاي؟ جت زي ما انا حضرتك شرحت وانا اتكلمت عنها بالتفصيل. في معده اهي، في حاجه عندي خدت يوم اهي، لاحظ مثلا في واخده يوم اهي ودي واخده يوم. طيب هتبص هتروح تلاقي الانشطه دي صغيره جدا، يعني الكميه بتاعتها حضرتك لما تيجي تبص هتلاقي مثلا ايه اهو يا باشمهندس، يعني 105 الكميه الاجماليه 125. تمام. وهو بينتج 500 في اليوم. تمام. وبالتالي طلعت ايه؟ تعال بقى نكمل مع بعض كده. فين وبالتالي طلعت ايه؟ طلعت جبنا مثلا 3 معدات، وهنا انا قلت له ايه المعدتين مثلا إيه دي جت منين. لما نيجي نبص الدبل كليك كده جت دي على الاثنين. في بقى ممكن نعمل ايه راوند اب حضرتك لو هنا طبقت معادله، بس انا بختصر. حضرتك ممكن ايه تطبق معادله راوند اب عشان تجيب معاك بالاكتر، او حضرتك مثلا لما تيجي تكبر دي لو وقفنا هنا في الهوم وقلنا ايوه دي ايه 1.25 يا مش واحد، بتيجي عامل ازاي يا باشمهندس؟ بتيجي عامل معادله تقول له دي بتساوي راوند اب. تمام يا باشمهندس. الرقم ده كوما زيرو وقول له انتر، طلعت لي باثنين. حضرتك لو انا يعني ايه كل ما انا بدات احاول اسرع عشان بس انا اتفاجئت ان احنا في المحاضره التاسعه، يعني فانا كنت مخطط ان يكون 10 محاضرات ولكن الموضوع هيزيد، يعني 10 محاضرات في 20 ساعه. فحضرتك بتطبق يعني اذا الواحد دي مش واحد يا باشمهندس، حضرتك وانت في شغلك بقى تطبق معادله الراوند اب. طيب احنا ممكن على سبيل المثال نطبق مثلا اهو يا عم والله يعني نعملوها مفيش مشكله، لكن الوقت هيطول يا شباب. يا شباب لو المحاضر طب اعمل لي السريان يا باشمهندس، لو وقت المحاضرات طال هل الناس هتمل مننا ولا عايزين نخلص ولا ايه؟ حاضر هندسه حاضر. ممكن نطول عدد المحاضرات. ما هو
انا بصراحه طيب بص يا باشمهندس، احنا عملنا ايه راوند اب، هو هنطبق مثلا ايه وهنقول له مثلا فوق هنا ممكن نقول له دي كنترول سي، و طب نعمله كنترول زد وناخد دي كنترول سي ونحطها فوق هنا كنترول سي كنترول في. طيب التلاتة وسبعة هي. طيب هنعمله بقى فلتر على الأنشطة دي ونقول له بلانك، ونعمله بقى ايه وناخد دي مثلا كنترول سي و فلتر مش هيشتغل، لازم ناخدها كلها على بعضها كنترول سي خدناها، وننزل بها كلها يا باشمهندس كده المهندس اهوت، وتيجي نطبق معادلة ايه كنترول سي كنترول في، في حاجات هتطلع بصفار داخل مش موجودة في الفلتر. نبدأ بقى ايه هنفك الفلتر الاول عشان نشيل الاصفار ده. اذا يا باشمهندس ايه هنا كانت طالعه معانا اربعه من غير الراوند اب، فانت كده طبقت ايه الراوند اب اللي هي ايه يعني ايه، تمام ال 24 وكسور ظهرت كذا وانت حضرتك تاخد بقى دي كوبي اوريجينال ديوريشن، يعني ممكن تعمل مثلا ممكن نعمله دي الاوريجينال ديوريشن اللي هنشتغل عليه. تمام نكمل نرجع لمرجوعنا، اذا حتى لو طلعت بواحد يا باشمهندس هي مده، يعني جات ازاي الاثنين دي جات ازاي، لان هو حضرتك بيشتغل مثلا النشاط اهو نتكلم عليه تاني. ودي الميزه لما يكون عندك اكسل شيت يا باشمهندس، حضرتك انت ممكن الاستشاري يسالك ويقول لك ازاي هتعمل في النشاط دي، طبعا هو مش هيقدر مش هيبقى متخيل مثلا حجم النشاط على البريمافيرا، هيقول لك مثلا ايه ازاي هتقدر يا باشمهندس تعمل لي السيتنج اوت والروت سيرفي في فيز في زون واحد، فيز واحد الاي اس اللي هي خاصه بالايه بالاريجيشن سيستم في اعمال الري. حضرتك هتقول له اصل كميه اعمال الري يا باشمهندس كلها في المشروع في الزون دي هي 125 متر 1250 1250 متر طولي. طيب ماشي، هيقول لك اوكي طب ازاي تخلصها في يومين؟ هتقول له يا باشمهندس ما انا عندي معدل الانتاج اللي انا واخده من المشروع 500، وبالتالي 500 على 500 1250 على 500 طلعت مثلا ايه وهنعوز 10 عمال، 10 عمال مع كام؟ مع 3 بوكلينات 3 كرين 3 كرين. طيب في وبالتالي انا واخد ايه؟ انا مخلص مثلا في يومين، هنخلصها في يومين، يبقى في يوم هيكون معايا 2 كرين واليوم الثاني هيكون معايا ايه؟ هنشطب بايه؟ بكرين واحد بس والعمال، يبقى اذا الكميه محسوبه لان هو معدل الكميه الاجماليه بتاعتي كلها مثلا 1250 وانا عندي وانا معدل الانتاج مثلا 500، فانا ممكن نخلصها ايه؟ في يومين بثلاثة كرين، خلي بالك بثلاثة كرين عشان بس ما تقوليش المعدل الانتاج 500، طب ما هو 500 و500 1000، طب ما في كده 250 مش موجودين، ما انا بقول لحضرتك يا باشمهندس انا 3 كرين في يوم هيكون عندي 3 كرين تقريبا هيعملوا مش 500 هيعملوا 750، واليوم الثاني بكرين واحد هيعمل ايه؟ هيعمل ال 500، وبالتالي في يومين. حضرتك ممكن تقول مثلا ايه؟ حضرتك ممكن تقول مثلا تقول لا اعملها في 3 ايام كرين واحد، يبقى لو غيرت المعادله دي وقلت له واحد هتظهر لك ايه؟ 3 ايام يا باشمهندس، يبقى اذا كل يوم مثلا هتعمل مثلا ايه ربع مش هتوصل لل 500 طبعا لان المعدل الانتاج 500، هتعمل مثلا 400 400 400 واخر يوم تعمله 400 وايه 450. تمام، فهي نراجعوا المحاضرات مع بعض، وانا ما نمنعش الاسئله، يا ريت الاسئله تكون الناس عندها اسئله مفيش مشكله. نزود مفيش ولا حاجه، ماشي يا باشمهندسين نزود خلاص ماشي مع باشمهندس ما فيش اي مشكله، نزود العدد ممكن نزود عدد محاضرات. تمام يا باشمهندسين خلاص يا باشمهندسين خلاص هنشرح بالتفصيل، انا كنت بس بسرع شويه بس عشان الايه ان احنا وصلنا للمحاضره الجايه تكون العاشره ولسه في داشبورد ولسه في ابديت وفي حاجات كتير. نكمل بقى مع بعض يا باشمهندس، دي كله خلاص دي كله خلاص كده، فين الباقي بقى؟ باقي لنا دي النشاط ده مش موجود، ايه هو النشاط ده حضرتك ممكن تقف عليه كده وهتقول لي ايه اللي موجود هنا؟ موجود عندي ده مش ده اللي تحت منه
عندنا في معد نعمله بس الفريز تاني عشان بس ما نتوهش من بعض يا باشمهندسين. ناخد دول انهايد كده، نعملهم هايد ونقف هنا ونقول له نقف هنا برضو عشان نبقى ايه له فريز عشان بس نبقوا شايفين احنا ايه احنا بنعمل ايه. عندي النشاط ده يا باشمهندسين لسه ما دخلنا لهوش الاوريجينال دوريشن بتاعته. هو ايه النشاط ده؟ حضرتك بتقرا النشاط اللي هو ايه، سبلاي اند كيبلينج اوف لو اند ميديوم فولتج. تمام، في معدات؟ في معده هي اللي هي ايه، الكيبلينج، الماكينه فرد، ماكينه فرد ايه، ماكينه فرد الكابلات. حضرتك ايه، ما دام هو نشاط لوحده هنا يا باشمهندسين كده اهوت بيتكرر، هتلاقي مثلا ايه ماكينه فرد كابلات او دي خاصه بالايه. طيب ما فيش اكتر، ما معهوش اكتر مش متكرره في اكتر من الدبليو بي اس، ممكن تعمل عليها فلتر عادي وتشتغل عليه. لو لقيت اكتر من متكرره تاخدها فلتر بالاس زي ما اشتغلنا كده. طيب في الحاله دي نبدا ايه، نشوف الكيبلينج، فرد الكابلات وتنزيل فرد الكابلات. والله ممكن نعملها في يومين مثلا، نقول مثلا معدتين او ماكينه فرد كابلات على سبيل المثال. هنوفر اربع ماكينات مش مشكله، هنوفر اربع ماكينات فرد كابلات، يبقى اذا في كل مرحله فيها ماكينه يبقى هنقول له مثلا لا دي هتساوي ايه، مش هنقسم على الاثنين، هنقول له دي بتساوي ايه، بتساوي المعده وخلاص، على فرض ان فيها معده واحده لكل ايه، لكل زون. تمام. هنا وطبعا احنا عندنا كده يا شباب ايه الراوند اب، انا عامل راوند اب معايا في المعادله عملناها. اذا ايه طلع، ناخد الاوريجينال دوريشن دي يا شباب. تمام كده خلصنا ايه، خلصنا الاوريجينال دوريشن اللي خاصه بالنشاط اللي هو خاص بتنزيل وفرد الكابلات. باقي معانا ايه، باقي معانا اعمال الويرنج كورس. اعمال الويرنج كورس اللي موجود في الويرنج كورس يا شباب، موجود الماكينه الاسفلت بيفر اللي هي الرول كومباكتور اللي هي الرابر ده، والرابر الاسفلت بيفر اسف اللي هي الماكينه بتاعت الاسفلت اللي هي بيبقى لها بلا صندوق كبير والعربيات تقلب فيها ده، والرابر ايه كومباكتور اللي هي الرول كومباكتور الرابر اللي شغاله معاها اللي خاصه بالاسفلت، معدات خاصه بالاسفلت يعني. طيب هنبدا نعمل فلتر عليها لان هي نفس المعده مش موجود غيرها ظهرت لنا. طيب دي على فكره بقى دي معدات سبيشال، يعني بمعنى صح ايه لو اكتر. بص بقى يا باشمهندس، في سؤال طبعا، سؤال جاني طبعا، لو تظبط يا باشمهندس المعدات ووصل عندي عدد كبير ومش قادر وعدت ال 44 يوم، سؤال جاني وانا جاوبت على صاحبه بس هجاوب معاكم برضه عشان الكل يستفيد. السؤال بيقول ايه، طب يا باشمهندس انت حضرتك بتقول لي المده ما تزيدش عن 44 يوم، وانا على سبيل المثال اللي فكرني بالسؤال، المعدات دي، المعدات بتاعت الاسفلت يا باشمهندسين معدات ايه يعني، انا مش عايز ادخل اكتر من مقاول مثلا، او معنى صح الشغل ما يستدعيش اكتر من مقاول، المقاول ما عندوش غير معده واحده اللي هي الايه الاسفلت بيفر، وظهر قدامي كميه الاسفلت او المده زادت بقت اكتر من 44 يوم. طيب في الحاله دي هنعمل ايه؟ بسيطه جدا، بتعمل مثلا ايه نفس النشاط وتقول له مثلا ايه مرحله اولى ومرحله ثانيه، النشاط يتقسم ولكن النشاط مدته ما تزيدش عن 44 يوم. الحل في المرحله دي بتقسم النشاط وتقول له مثلا نفس النشاط ولكن فيرست ستيج مثلا، سكند ستيج او ستيب، سكند ستيب او زون 1 داش اي، زون 1 اي، زون 1 بي، المهم يبقى مرحلتين ولكن ما تزيدش، كسر النشاط بقى، في الحاله دي بتكسر النشاط. الانشطه اللي زي دي يا باشمهندس لازم هو يكون عدد الديوريشن، انا مش هنجيب غير اصلا معده واحده هي اللي هتخلص لي ورول كومباكتور واحد، يبقى في الحاله دي ايه؟ يبقى في الحاله ده الاوريجينال ديوريشن هتساوي ايه؟ هتساوي المعده. تمام. وهنبدا ايه، اخدها كابي وبيست. الصوت واضح يا باشمهندس؟ تمام يا هندسه. تمام خلصنا كده يا باشمهندسين خلصنا باقي معانا ايه، باقي معانا السبراي اللي هترش بقى، اللي هترش ايه
هي المفروض تكون في ماكينه، طبعا هي المفروض تكون هنا مثلا معده مثلا اللي خاصه بالايه السياره اللي هي الستوريج بيسموها ايه، لا اتذكر اسمها، اللي هي خاصه، المهم السياره الخاصه اللي بترش البيتومين، بتكون في الحاله زي دي يا باشمهندس انا اخرها يوم واحد. يعني ايه في عمليه الرش دي كل مرحله تاخد يوم، ما تاخدش اكتر من يوم. يبقى اذا انا ما عنديش، مش حاطط لها غير عمال، يبقى هنقول له ايه، ممكن معاك حلين، تعمل فلتر باسم، هتيجي عامل فلتر باسم النشاط زي ما زي ما تفضلنا وقلنا قبل كده، لان ملهاش عماله، ملهاش معدات، والعماله متكرره كتير، فبالتالي هنعمل ايه فلتر عملنا الفلتر مش مظبوط، نراجع تاني الفلتر، احنا عملنا الفلتر ازاي؟ كنترول سي كنترول في، ايوه تمام. طيب في الحاله زي دي هي يوم واحد، حضرتك هتيجي حاطط يوم، لازم الرش في يوم وبنخلص، يعني كل مرحله تترش في يوم. كنترول زي في، طيب في حاجة تاني أتوقع ما فيش، ممكن نيجي عامل فلتر هنا، أوكي، بس ممكن نيجي عاملين فلتر هنا، أو عشان نفك الهايد دي ونظبط بقى ونعمل فلتر تاني. هنعلم كده مع بعض، هندخل دي معانا في الفلتر يا شباب عشان إيه، هنفك الفريز، هنفريز، هندخل دي بس معانا في الفلتر. بنعلم عليها كلها يا باشمهندسين، ونبدأ ايه من داتا فلتر، اول تكه بشيل الفلتر، تاني تكه برجع لك ايه، برجع لك الفلتر ككل وضافها معانا اهو. تيجي عامل فلتر بسيط وظريف كده، تقول له مثلا ايه، مش عايزين نعمله فلتر عكسي، نقول له ان نبدأ نقول له unselect، وعلم لي على البلانك بس. طبعا ما ظهر ليش حاجه، طبعا لما تقول له علم لي على البلانك فكده ايه، كل الانشطه تقريبا خدت ايه كده، تشيك بسيط كده ايه، نشيك ان كل الانشطه اتحطت عليها ايه، اتحطت عليها الاوريجينال ديوريشن بتاعتها كده ايه. حضرتك خلص، بس خد بالكم بقى ان احنا هناخد دي، يعني لما نيجي نعمل فلتر هناخد دي لانها ايه، واخده راوند اب، ممكن تظبطها في المعادله يعني، ما فيش مشكله. طيب كده خلصنا الاورنج ليست. حضرتك بقى ايه اللي نقفل النشاط دي، لان هو تقريبا فين المشروع، هنكون شغالين سيشن 10 9، دي اللي مظبوط فيه الريسورس بتاعته، ده لو قلنا دي بزيرو، نتاكد بس الريسورس هو دي، هو دي الريسورس اللي فيه 30 اهوت مظبوط، اللي نبهني فيه المهندس سامي الله يجزيه خير. نرجعه كل، نرجع بقى ايه كل، نعلم على اول واحد واخر واحد، ونقول له في الداون، هنرجعها ايه وتدوس شيفت وتقول له في الداون تاني، عشان لو في واحد مش شرط، حتى لو واخده مثلا ايه، واخده اكتر من يوم مش شرط، تقول له ايه في الداون بيوم، رجعها بيوم ما فيش مشكله، بس عشان نبقى ايه، ولكن مش شرط تعمل الحركه ده. طيب في الحاله دي يا باشمهندس انا هنعمل ايه، هنقول له فايل اكسبورت اسبري، طبعا انا عندي هنا ايه الاوريجينال دوريشن بواحد يا شباب اهي، يعني ما عملتش حاجه في الاوريجينال دوريشن، هناخد الاوريجينال دوريشن اللي جاياني من ما فيش الاوريجينال دوريشن اللي جاياني من من الاكسل اللي احنا ظبطناها مع بعض. هنبدا نصدر الملف والاكسبورت سبريد شيت نكست، انا في الحاله دي عايز الاكتيفيتي بس، يعني المره اللي فاتت كنا واخدين الريسورس اساينمنت، هناخد الاكتيفيتي بس وتقول له نكست، وتخش على الريسورس الاكتيفيتي نيم، انا عايز الاكتيفيتي اي دي، ماشي عايز الاكتيفيتي نيم، عايز الاوريجينال دوريشن معايا مظبوطه، انا عايز، انا عايز دي، عايز الاكتيفيتي نيم مع الاوريجينال دوريشن، وتقول له اوكي، تقول له نكست، ونخلو النشاط نخلوها مثلا على ديسكتوب ما فيش مشكله، النشاط اهوت اوكي اهو، عايز ديسكتوب
عايز فولدر نسميه مثلا النهارده كام؟ النهارده 3 3 لون تويني تويني وان. اوكي فين 3 تون هنا؟ اوكي نكست فينيش كلوز. هنروح بقى على الايه، على الفولدر اللي احنا حاطينين فيه 3 جون اهوت. نفتح النشاط بتاعنا يا باشمهندسين، نفتح الملف الاكسل بتاعنا. لاحظين هنا ايه كل اللي هنعدله بقى؟ الاوريجينال دوريشن اهي معانا. طبعا هنا دي الميزه بقى ايه، ان الانشطه هنا ايه مترتبه من الاكبر للاصغر. ولكن قبل ما بتلعب في الانشطه يا باشمهندس، قبل ما تحط الاوريجينال دوريشن هتعمل ازاي؟ هتعلم على دول كده كنترول شيفت ارو داون، علم لي عليهم كلك كنترول سي، وهنبدا ناخدهم في ملف اكسل خارجي عن الملف اللي جاي من البريمافيرا، وليكن الملف بتاعنا اللي احنا شغالين عليه، ونقول له ايه كنترول سي كنترول في. تمام، اللي هي ايه دي الاي دي اللي جاي من البريمافيرا، عشان نشيك بس نشوف هو الترتيب مظبوط ولا لا. احنا كان ترتيبنا بقى ايه؟ احنا مش كنا بنرتب يا باشمهندس 1000 و1 و2 و3 و4 لحد تقريبا 650 و750 نشاط؟ هنيجي نعمل نفس القصه، هنقول له 1000 واحد في 1002 ماشي. طيب هو بدأ ايه يقول لي 1001 و1002 و1003 اهوت، ان الحاد ايه 1000 اخر الانشطه اللي هي 1000 كام؟ 1645. وهنقول له بقى ايه؟ هنقول له دي بتساوي ايه؟ ان دي مجرد تشيك بس، هنقول له دي بتساوي الاي دي دي ناقص الاي دي اللي جاي من البريمافيرا، وقول له ايه وشغل لي المعادله، ونشوف السمشن هنا على جنب، السمشن هنا بزيرو، يبقى اذا ايه الترتيب بتاعي مظبوط. اذا الترتيب اللي جاي من البريمافيرا مظبوط، مظبوط يتماشى مع الترتيب اللي انا هاخده من الاكسل بتاعي. يبقى اذا نفس الارقام، انا لما نحط الاوريجينال دوريشن هنا يبقى هو نفس الاوريجينال دوريشن اللي جاي من ملف الاكسل. دي تشيك مهم لازم حضرتك ايه تبدا تعمله قبل ما تشتغل عليه. طيب هناخد بقى ايه؟ هناخد الاوريجينال دوريشن احنا عملناها ده، وهناخد اللي خاصه بالراوند اب. هنقف حضرتك على الانشطه، انا عايز نعمل فلتر على الانشطه. تمام، وخد لي بقى ايه، خد لي كل ال، هل هتيجي معانا؟ جت معانا ايه، ارو اب شيب داون كنترول سي. تمام، وممكن دبل تشيك تاني برضو كنترول سي كنترول في، هل في خلص خلط؟ تمام مظبوط معاها اخر واحد. تمام مفيش اي مشاكل. هنبدا ايه، ما انا واخدها كده كده، واخدها كده كوبي. كنترول سي، هنروح على الملف اللي احنا جايين، الملف الاوريجينال دوريشن اللي جاي لنا من البريمافيرا، ونقول له فاست. تمام، وقبل ما نقفل يا باشمهندسين حضرتك بتقول له بقى من داتا، عشان هو ما بيفهمش الارقام، بيفهمها تكست. هتقول له ديليميتد كوما نكست تكست فينش. تمام، وحضرتك بتيجي مسيف وتقفل ملف ال تعمل سيف. ما تعملش تشيك يا باشمهندس على الملف اللي جاي من البريمافيرا، يعني احنا لما جينا عملنا خدنا صف، فتحنا صفحه جديده، يعني ملف بتاع البريمافيرا ما تعملش فيه اي تعديل، وهتقول له اي تشيك تعمله في ملف خارجي، وتقول له سيف، وتروح على ملف ال ترجع على البريمافيرا عادي، وتقول له امبورت سبريد شيت. تخش على الملف اللي احنا الفولدر نكست، هي الاكتيفيتي نكست نكست فينش كلوز. اذا كده يا باشمهندسين الاوريجينال ديوريشن اتحطت نزلت على كل الانشطه. طبعا احنا خدنا ساعه، يعني احنا بنحسب دلوقتي خدنا ساعه، ولكن حضرتك لما بتعملها، انا لو اعملها مع نفسي تقريبا ربع ساعه بتكون خلصت، انت بتبقى شغال في دماغك ما بتشرحش وبتفضل. فاحنا كده ايه، سؤال جاي، لو سمحت ترتيب الانشطه لو مختلف عن شيت الاكسل ما الحل؟ لا ده دي مهمه جدا يا باشمهندس، امال احنا عملنا اي دي ليه؟ ده لو اختلفت الدنيا باظت عندك. ما انت لو مرتب معايا زي ما انا شغال بالظبط،
لو انت مرتب معايا زي ما انا شغال بالظبط هيبدأ شغلك مظبوط. لو ترتيب الانشطه لو ترتيب الانشطه مختلف عن شيت الاكسل، عندك في خطأ في الاي دي، تبدأ بقى تاخدهم على جنب مع الاكسل وتبدأ ترتب بقى من الاكبر للاصغر. تمام يا باشمهندس؟ يعني معنى صح ايه؟ انا الاي دي، خد بالك كل كلمه انا قلتها لك ربنا يعلم يعني ايه، انا اخدت وقت عبال ما اكتسبت الخبره دي. لاحظ انا ترتيب الانشطه انا عامله ازاي في الاي دي اصلا؟ انا عامل لك 1001 و2 و3 و4 و5. اذا لما تيجي عامل سورت، لو تقف هنا وتقول له مثلا ايه، اعمل لي سورت مثلا من الاكبر للاصغر، ماشي؟ تيجي مثلا تقول له ايه، اعمل لي سورت من الاكبر للاصغر، هيجي بقى من الاصغر للاكبر، هيجي هو مرتب لك 1 و2 و3 و4 و5 و6. تمام؟ عايز، في اخطاء بتحصل في الموضوع دي لو انت عامل فلتر وانا بصدر وانا بنعمل اكسبورت يا باشمهندس، وانت بتعمل اكسبورت خد بالك ما يكونش ايه، وانت عامل مثلا سبريد شيت ناكست، مثلا الاكتيفيتي ناكست، وانت شغال هنا ناكست، وتعمل مثلا الريسورس وتقول له موديفاي، بتبدا ايه تتاكد على الفلتر هنا يا باشمهندس اول اكتيفيتي، متعلم على الاول اكتيفيتي. ليه؟ لان احنا ممكن نعمل فلتر نقول له طلع لي يا برمافيرا، طلعي لي بس الانشطه اللي خاصه بالسيستم ايه، بالسيستم تيستنج. فتيجي معلم تقول له مثلا تشيل الفلتر دي وتقول له هات لي مثلا ايه، تقول له موديفاي مثلا هنا واعمل لي الانشطه الاكتيفيتي نيم از كونتين مثلا على سبيل المثال اس اس، بتحتوي على اس اس. اس اس يعني ايه؟ يعني الانشطه اللي فيها، وخد بالك الفلتر اللي انا عامله دي مثلا كنت محتاجه في بعض الاحيان، على سبيل المثال انا عامل سلاش اس اس، يعني هيجيب لي كل الانشطه اللي خاصه اللي فيها الكود بتاعها زون 1 فيز 1 اس اس. تمام؟ فلازم يكون متاكد ان الفلتر متعلم على كل الانشطه، دي اول نقطه. النقطه الثانيه، حصل اختلاف تبدا ترتبهم بقى، تيجي مطلعهم كده يا باشمهندس من الاصغر للاكبر، مطلعهم على جنب. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا ايه، انا عندي اختلاف هنا جاي لي هنا كده مثلا من continue with current selection expand selection store، علم لي مثلا ايه في كولوم مثلا بي ومن smallest largest، لا انا عايزها مثلا من largest smallest. اوكي، بدا يجيب لي العكس اهو. تمام؟ بس هو في الحالة دي مثلا ايه؟ رتب الكل مع بعض. فهتلاقي الاختلاف، تيجي عامل تشيك دي، حصل اختلاف بقى عندك، بتبدأ تظبط الاي دي دي مع الاي دي دي، فالله يعينك، يعني هتبدأ تظبطها، بتبدأ تشتغل بقى شغل اكسل، ترتب الأنشطة دي زي دي، زي دي، زي دي، زي دي بالظبط. بس لو أنت شغال بالتنظيم معايا زي ما حضرتك بتنظم، لاحظ إن إحنا ما بنواجهش أي مشكلة. يبقى من الأول من الأساس أنت بتظبط الاي دي في الاكتيفيتي نيم، واحنا شغالين هنا بتظبط الاي دي، وعرفت وشرحت لحضرتكم ازاي تشتغلوا بالمعادله وازاي تظبطوا الاي دي دي بالظبط عشان وازاي تبقى طالعه الاي دي، فالكلام ده كله ايه؟ اتراجع. حضرتك لو ظابط الاي دي وظابط الكلام ده كله شغلك هيطلع مظبوط، مفيش اي اختلاف، امشي زي ما انا بقول لك كده، يعني امشي نفس الخطوات اللي انا ماشي معاك فيها، فان شاء الله مش هيبقى فيه ايه؟ اي اخطاء. حصل اخطاء بتبدا بقى تظبطها على البرمافيرا، على الايه؟ على اللهم صل على الحبيب المصطفى، على الاكسل. حضرتك بتفتح ملف في اللي هو جاي من البرمافيرا، الملف ده، وتعمل له سورت من مثلا من الاصغر للاكبر، وتشوف وتبدا تظبط بقى ترتبه، وبعد ما ترتبه بتاخد الملف بتاعك، او بمعنى صح بترتب الملف اللي انت جايب من الاكسل على الملف اللي جاي لك من البرمافيرا. تمام يا باشمهندس؟ وتبدا تشتغل شغل. نرجع لمرجوعنا ان احنا ايه، حطينا كل الاوريجينال دوريشن، لاحظ ان احنا عملنا كل الاوريجينال دوريشن بناء على معدلات اداء قياسيه وواقعيه ومدروسه. ولاحظ دي نقطه مهمه جدا كان نفسي نناقشها كلنا مع بعض ايه الناس، ان المدد ما تكونش محطوطه ايه، محطوطه باي لك كده. هنبدا بقى مع بعض ان شاء الله النهارده. طبعا انا بشكر الشباب اللي بعتوا لنا الملفات، ان هم اشتغلوا اكيد عملوا عبوا الحاجات دي مانوال، بس طبعا انت استفدت انك عبيتها بالبرمافيرا على طول، ولكن عرفت الطريقه الثانيه ازاي تعبيها على الاكسل.
بعد كده حضرتك يا باشمهندس هنبدأ بقى ايه شغلنا كله بقى الشاغل واللي هياخد مننا وقت شوية، اللي هي ايه الديوريشن، اسف مش الديوريشن، اللي هي الريليشن. بس الستارت صغره دي شوية. احنا عملنا المرة اللي فاتت يا باشمهندسين العلاقات الداخلية، خلصنا العلاقات الداخلية. الشغل بقى اللي هيتعمل على دكتور مافيرا هو الشغل الخاص بالريليشن. عملنا المرة اللي فاتت ربنا يعيننا، ونبدأ بقى ندردش مع بعض هنا ايه في، خلصنا كده تقريبا العلاقات ايه الداخلية. هنبدأ نشتغل مع بعض. انا بفكر يعني ما زلت بفكر هل نعمله الكود النهارده ونقفل محاضرة النهارده ولا العلاقة الداخلية. اتوقع انا عايز دي، اصلا كنت عايز دي في محاضره لوحدها تاخد من اول يوم لاخر وكده. طيب ندردش مع بعض فيها. العلاقات الخارجيه بقى يا باشمهندس هي ايه، عباره عن ايه؟ ايه هي العلاقات الخارجيه؟ العلاقات الخارجيه ان كل مجموعه عمل تبدا ورا بعضها داخل الزون. كل مجموعه عمل تبدا ورا بعضها داخل الزون، بمعنى ايه؟ بمعنى ان الفريق اللي هو شغال اللي هو، وبتعمل ازاي بقى؟ عايز بس اتكلم شويه في النقطه دي عشان الناس تبقى مستوعبه الربط ازاي. وبتعمل ازاي؟ نفتح الملف الاوتوكاد، وبتيجي مثلا على سبيل المثال زون واحد اعمال، هل بتيجي مع مدير المشروع، هل هتخلص يا مدير المشروع انت وفريق العمل بتاعك، هل هتشتغل؟ احنا دلوقتي ايه انا بتكلم على المقاول اللي شغال هنا كأن دي مشروع لوحدها ماليش دخل باللي فوق، والسيكونس هيمشي على الكل. بتيجي تقول له انت هتشتغل شبكة الصرف كلها في المنطقة دي كلها، وبعد كده تيجي راجع واخد شبكة المي، وبعد كده واخد شبكة الري، وبعد كده واخد شبكات الكهرباء، ولا هتشتغل صرف مع بعضه، صرف ومية مع بعض. دي بترجع بقى ايه لبعض الطرق. بيجي يقول لك مثلا ايه، في الطريقين، الصرف في جنب الطريق من هنا والميه في جنب الطريق من هنا، ففي الحاله دي انا ممكن اشتغل، وخاصه لو انا هشتغل مثلا ترانشر مع اكسكافيتور. على فرض الحاله بتاعتنا ان هم هيخلص الصرف، هنتفق بقى في السيكونس. يبقى اذا ايه السيكونس؟ ان ايه، ان هو هيخلص الصرف كله، وبعد ما يخلص الصرف ليه؟ لان الصرف الترانشات بتاعته واسعه وبتبقى هلك المشروع، يعني ما يعرفش يتحرك كتير. تمام؟ هيخلص الصرف كله في المشروع، وبعد كده هيرجع يبدا ياخد الري مع الميه. ليه؟ لان حفرهم صغير هما الاثنين، والري هيبقى في الجزيره مثلا والميه في نص الطريق، يعني اذا مش هيعطلوا بعض. وكذلك برضو ايه؟ لو لاحظوا يا باشمهندسين ان المعدات اللي شغاله في الصرف كتير. طيب اذا ايه؟ المعدات هيحصل لها مثلا ايه؟ ممكن نفس عدد المعدات هم الاثنين يشتغلوا ميه وايه وصرف. معنى صح ان لو كان المقاول اللي شغال في زون واحد معاه مثلا 20 معده خلص بيهم صرف، ممكن يشتغل ميه ايه ميه وري مع بعض. تمام؟ يبقى السيكونس يعني عشان نبقوا الناس متفقين ومتخيله معايا الربط الخارجي. يا باشمهندسين بالله لا يحصل العجن في العلاقات، اهم حاجه دي، لان انت لما تيجي تعمل ريكفر او ريفايز بتعرف منين تفك المشروع بتاعك، ازاي المشروع بتاعك شغال. طيب يبقى اذا ايه، اذا حضرتك هنشتغلوا الصرف، هنتفقوا مع بعض احنا دلوقتي كده تقريبا، ولو نسيت الناس تذكرنا، هنتفق ان احنا نشتغل الصرف مع بعض الاول. بعد ما يخلص المشروع، يخلص بكامل اللي بيخلص مثلا زون واحد فيز واحد وزون واحد فيز اثنين وكله لحد ما يوصل لفيز اربعه، هيبدا يخش بالري والميه مع بعض. وبعد كده طبعا في، انا بحكي لك كيس حقيقية عشان تعيشها، بعد كده في مقاول تاني هيدخل في كونسترين هنحطوها مع بعض. كونسترين، وايه هي مشاكل الكونسترين؟ الاكسس ايه؟ الاكسس ديت. تمام؟ او الهاندنج ايه؟ الهاندنج الهاندنج اوفر فور ايه اني كونتراكت. بمعنى ان المقاول، ودي الواقع، المقاول هيخش، المقاول الاولاني هيدخل يخلص الصرف ويخلص الري ويخلص الميه، وبعد كده هيطلع هيخش مقاول تاني يعمل شغل بتاعه، السيول والكلام ده كله. دي طبعا كله متفقين كونسترين، واحنا طبعا لاحظ ان احنا في الدي سي ام اي كنا بنقول لك ابعد عن الكونسترين، وهنراجع مع بعض البند ونتذكر مع بعض احنا بنشرحها الحلقه الجايه تقريبا.
ولكن في الحاله دي احنا بنشتغله ايه، وقلت لك ابعد عن الهارد كونسترين، هنشتغل سوفت كونسترين وهنحط مثلا، ودي جت ايه وامتى تحط الكونسترين؟ جت بخطاب رسمي وباتفاق والكلام ده كله. يبقى اذا لما جاني خطاب وقال يا جماعه اعملوا في تاريخ دخول وخروج لكل مقاول، اتنبهت على الناس اللي شغالين معايا، يا شباب حطوا كونسترين، اربعه كونسترين، وتحطهم سوفت كونسترين، وهيتحركوا بعد كده هنشوفوا ايه النتائج بتاعتهم. طيب يبقى اذا هنشتغل في الاول علاقات خارجيه، الصرف يخلص المقاول، هيخش زون واحد يخلص صرف، زون واحد، زون اثنين، زون ثلاثه، زون اربعه، بعد كده الري والميه هيشتغلوا مع بعض. نبدا مع بعض كده ايه، نرجع. يبقى احنا اذا هنتكلم على الصرف. طب انا عايز هل طب انا دلوقتي عندي الصرف وانا شغال، وبعد كده يجيني الساور سيستم، وبعد كده تجيني اللهم صل على حبيب مصطفى، هنا الساور سيستم وهنا ساور سيستم. طب لو عملنا، لا انا كنت عامل فلتر هظبطها لك اهي. بيجيني مثلا ايه الساور سيستم، وبعد كده البوتابل واتر، وبعد كده الاوريجيشن. طب انا هشتغل على الصرف بس. حضرتك بتعمل فلتر، ايه هو الفلتر دي يا شباب؟ دي بقى نرجع لمرجوعنا، دي ميزه الكود، وان احنا شغالين باكواد، واكواد منظمه. تيجي عامل ازاي؟ لاحظ ان انا عندي وعايز فلتر يكون خاص مثلا بزون واحد، مثلا فيز واحد ساور سيستم، او لكل الزونات، نخلص الصرف بتاع كل الزونات النهارده. هنيجي مثلا نقول له ايه، هنيجي واخد الساور السلاش اللي قبل اس اس، يبقى والاس اس مع بعض. شوف انا معلم فين يا باشمهندس، حضرتك معلم على سلاش اس اس، تاخدها كوبي كنترول سي، وحضرتك بتخش على الفلتر، تعمل اي فلتر انت عايز تشتغل عليه، وتقول له الاكتيفيتي نيم كونتينز، تكون تحتوي على الاس اس، وتقول له اوكي، وتقول له ابلاي، تعلم على الفلتر وتقول له ابلاي. جاب لي كده كل اعمال ايه، كل اعمال الصرف ايه، كل اعمال الصرف ورا بعضه. جاب لي زون واحد فيز واحد الصرف بتاع المجموعه الاولى، زون واحد فيز اثنين الصرف بتاع ولحد ما وصل لفيز اربعه فيز اثنين صرف. يبقى اذا احنا عاملين فلتر كده على اعمال الصرف. انت انا بعمل معاك زي ما بنشتغل في شغلنا، تمام؟ ايه ده؟ شات؟ تمام. بتيجي عامل ازاي بقى يا باشمهندس؟ نرجع تاني للبلان. شبكة أول نشاط عندي، أول نشاط عندي اللي هو إيه؟ أعمال سيتنج أوت والروت سيرفي أن إيه أن هيلثي والسيفتي والإنفايرومنت ريكويرمنتس. يعني أنا عندي فريق هيشتغل في زون واحد، هيخلص زون واحد فيز واحد، الفريق اللي هيعمل اعمال السيفتي ويظبط النيوجيرسي والكلام ده كله، ويامن، ولو في اي حاجه يمهدها مثلا، يظبط الشغل، لو في مثلا اللودر بيخش ينظف، عشان لو في معدات هتخش ولا حاجه ايه تظبط الشغل، يعني بمعنى عمليه السيفتي والتجهيز والاناره والكلام ده كله. طيب الفريق هيخلص هيشتغل في فيز واحد، بعد كده هيتنقل لفيز اثنين، بعد كده هيتنقل لفيز ثلاثه، بعد كده هيتنقل لفيز اربعه. بعمل الكلام ده ازاي على البريمافيرا؟ هنيجي نقول له ممكن تيجي عامل معلم على دي، ومعلم على دي، ومعلم على دي، تمام يا باشمهندس، ومعلم على دي اهوت. انا كل معلم بدوس كنترول، خلي بالك. يبقى اذا انا علمت عليهم كلك، وتيجي دايس كليك يمين ولينك اكتيفيتيز، تمام. لو ظهرنا اللينك يا باشمهندس هتلاقي ايه، في علاقات جت ايه خارجيه ظهرت معانا اهي. حضرتك لو عملنا سكادول، إذا عملنا سكادول، في علاقات بدأت تتحرك، يعني بمعنى صح ايه، الشباب الفريق اللي شغال في السيتنج اوت في زون واحد، اللي هم اعمال الرفع المساحه والكلام ده كله والتجهيز والسيفتي، بدأ يخلص هنا. كذلك مثلا ايه الحفارات، يعني حضرتك تيجي معلم على النشاط ده، نشاط تاني واحد، ممكن بقى بكذا طريقه، يعني ممكن تعمل بالفلتر، ممكن مثلا ايه، يعني على سبيل المثال دي طريقه ثانيه، ممكن تعلم عليهم دبل كليك، وممكن مثلا تيجي عامل ازاي، انا عندي فلتر ثاني اهوت، تاخد الكوبي وتقول له اعمل لي فلتر ثاني مثلا نيو، دي طريقه ثانيه يعني، وتقول له الاكتيفيتي نيم كونتينز، تحتوي على ايه، على اي حاجه فيها حفر، وتقول له اوكي،
وانت معلم على، خد بالك يا باشمهندس، انت معلم على الفلتر الاولاني اللي هو يظهر لي اعمال ايه، اعمال الصرف، يبقى دي خاص ان بيظهر لي اعمال الصرف، والفلتر الثاني اللي احنا عملناه ده من غير اسم خاص بيظهر لي مثلا اعمال ايه، اعمال الحفظ، وتقول له ابلاي واوكي. في الحاله دي بقى بتيجي عامل مع معلم عليهم كلك شيفت اهو. انا الاول كنت بناخد بالدوس كنترول ونقعد ايه طخ طخ طخ، طب بتيجي معلم عليهم كده كلك شيفت كده وتقول له كليك يمين ايه لينك اكتيفيتيز، تمام از يو لايك. انت بتستعمل في رسائل جت ممكن لينك في نهايه المحاضره، تمام مش خصنا بالرسائل دي، تمام يا باشمهندس. يبقى انت معاك طريقتين. لا مش عايزين نعلم على دي، احنا عايزين ناخد الفلتر بتاعنا اللي احنا شغالين عليه الاولاني دي ونقول له ابلاي اوكي. تمام حضرتك لو عملت سكادول ثاني يا باشمهندس هتبدا تشوف ان بدا بدا يشتغل معانا، وبدا بقى تظهر بقى الحاجات اللي احنا مش بنحبها بقى الفلوت والكلام ده كله، هنقول لحضرتك ازاي تشتغل. يعني شوف حضرتك لاحظ ان لما يبقى في نقط هنا يا باشمهندس، لاحظ ان هنا الارو هنا سوليد وهنا دوتد، هنا دوتد يعني الفلوت عالي، عينك عليه يعني، دي هتظبط بقى اللي هي ايه نبدا نشتغل في الدي سي ايه في المرحله الثانيه. طيب بنيجي بعد كده انا هعمل بس اعمال الصرف ودي هبعته للشباب وانتوا تعملوا لي علاقات عشان المحاضره الجايه نبدا نشتغل ايه. انا ما رضيتش ابعت يا شباب الملف الاكس ار فايل، لان لما جه يكلمني المهندس سامي الله يجزي خير وقال لي في خطا في كذا ان كنت شغال، فدي اللي خلانا اتراجع ان انا مش ما ابعتهوش لكم يعني، ولكن انا هبعته المره دي تظبطوا لي العلاقات زي ما انا شغال كده، ظبطوا العلاقات الخارجيه. تمام حضرتك بقى ايه، انت بتيجي مثلا ايه خلصنا كده ايه، خلصنا اعمال الحفظ. طب اعمال البيدنج، البيدنج الليفلنج، الفريق اللي شغال في البيدنج الليفلنج في فيز واحد، بعد ما يخلص في الفيز واحد اللي هي في زون واحد هيبدا يشتغل على البيدنج الليفلنج اللي هي خاصه ب نعلم على دي الاول بيدنج الليفلنج. احنا بنعلم هنا البيدنج الليفلنج فين؟ البيدنج الليفلنج تمام. وبعد كده تخش لي على البيدنج الليفلنج، بعد ما يخلص فيز 2 هيروح على فيز 3، بعد ما يخلص فيز 3 هيخش على البيدنج الليفلنج على فيز 4 واقول له ايه؟ واقول له لينك اكتيفيتيز. خلصنا البيدنج الليفلنج. طيب السبلاي والجوين الاينمنت تركيب المواسير في فيز واحد، بعد كده يخش على تركيب المواسير في 2، بعد كده يخش على في 3، وبعد كده ينتهي ب 4 وقول له ايه لينك اكتيفيتيز. تمام احنا نزلنا حاجه تحت، لا دي في خطا، دي راح احنا نزلنا حاجه تحت يا شباب، دي ليه احنا خدنا دي، دي جاي منين دي؟ فيز واحد ده زون واحد، زون ثلاثة، لا احنا ليه خربطنا بزون ثلاثة؟ دي هتتدلت للأسف ان انا ايه خدتها على زون ثلاثة. نبدأ بس انا كنت شغال خلينا تحت هنا. البيدنج الليفلنج يا باشمهندسين، احنا خدنا البيدنج الليفلنج وتربطت بالبيدنج الليفلنج لزون واحد وزون لحد ما انتهينا بالبيدنج الليفلنج. فين البيدنج الليفلنج؟ ايوه البيدنج الليفلنج اللي جايه بزون بزون واحد فيز 4. تمام طيب الجوين الاينمنت هنبدا انا فين الجوين الاينمنت هنا؟ جوين الاينمنت بعد كده الجوين الاينمنت اللي هي في زون 2 في فيز 2، وبعد كده الجوين الاينمنت لفيز 3، وبعد كده الجوين الاينمنت لفيز 4، وبعد كده تقول له ايه لينك اكتيفيتيز. بعد كده المنهول اعمال المناهيل، اعمال المناهيل نعمله بس ايه نو بوتوم لاي اوت عشان الصفحه تكبر معانا كده. خدنا دي اعمال المناهيل، ناخد اعمال المناهيل اللي هنا في الفيز 3 واعمال المناهيل لفيز 4 ونقول له ايه ونقول له لينك اكتيفيتيز. بعد كده هنطلع فوق تاني هنخش التيست هيختبر الشبكه الاولى
بعد ما يختبر الشبكة الأولى يروح يختبر الثانية، وبعد الثانية يروح للثالثة، وبعد الثالثة ينتهي بالرابعة وتقول له لينك اكتيفيتس. بعد كده عمل تنزيل بقى الشريط التحذيري والدفان، والشريط التحذيري والدفان، والشريط التحذيري والدفان، والشريط التحذيري والدفان واللينك اكتيفيتيز. واخر حاجه بقى هتلاقي اول واحده اخر حاجه اللي هي الوصلات المنزليه، تمام، ولينك اكتيفيتيز. حضرتك لما تشتغل بالطريقه دي يا باشمهندس، اول حاجه اللي مش هيبقى عندك اوبن اند، مظبوط 100%. انا عارف كل حاجه شغاله ازاي، انا عارف كل نشاط من 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 هنا، كل نشاط من هنا هيخلص هنا هيروح هنا، هيخلص هنا هيروح هنا، هيخلص هنا هيروح هنا، وستوب على كده، ماليش دعوه بالمجموعه الثانيه، تمام، ماليش دعوه بالايه، ماليش دعوه بزون اتنين، تمام. بحيث بقى ايه، لما تلاقي مثلا فلوت عالي مثلا في زون، بطبيعي اصلا هيحصل فلوت عالي في زون واحد، تيجي مثلا مأخر بدايه زون واحد، هنعمله بقى حاجه اسمها ايه، الريسورس ليفلنج او سموزنج، زي ما كان بيشرح ايه، بنعمل حاجه اسمها الريسورس سموزنج، زي ما كان احد الزملاء سالني سؤال قبل كده، ازاي نظبط الريسورس. تلاقي نفسك مثلا واحنا في الفلوت، هتلاقي مثلا الفلوت عالي عالي في زون اتنين، طب خلاص، ما هو زون اتنين ممكن نخليه، نقول له يا مقاول يا بتاع زون اتنين، ممكن ما نخلوش يبدا النهارده، العقد بتاعك مش همضي، اجل شويه، او اشتغل لي مع زون واحد، اديني دفعه شويه في زون ثلاثه مثلا، او نبدا بزون ثلاثه في الاول، بعد كده ناخر في زون اتنين مثلا، في زون واحد، تمام. دي الطريقه اللي ايه الامثل. لو حضرتك بنعمله بقى سكادول كده، اتربطت العلاقات اللي هي خاصه باعمال، خاصه باعمال شبكه الصرف في زون واحد، تمام. نفس القصه يا باشمهندسين، اول نشاط يجب تربط. يا باشمهندس لا، انت مالكش دخل باول نشاط، ما احنا لسه يا باشمهندسين، اول نشاط هنا مالوش بروديوسر، صح، ما احنا لسه هنعمل انجينيرنج وير، لسه يا باشمهندس البروجكت ستارت والبروجكت فينيش، ولسه عندنا الانجينيرنج ورك والبروكيورمنت. انسى انسى، اشتغل زي ما انا معايا كده، وخليك معايا واحده واحده، هنربط لك كله، ما تقلقش. ليه؟ لان لسه في اعمال، فين بدايه المشروع؟ ما هو المايل ستون، فين نهايه المشروع؟ مايل ستون، فين الرسومات الهندسيه؟ فين الماتيريال؟ احنا بنربط الشبكه اللي بيحصل فيها عجن، دي اللي بيحصل فيها لخبطه كتير، وتلاقي علاقات كتير، وتلاقي اكتر من علاقات، ويحصل لك لوب ومش عارف ايه، ولما تيجي تعمل ريكفري بعدين، او تعمل ريفايز، او تعمل كراشنج، بتبقى محتار ابدا منين، وتقعد تربط. ولا على فكره، كل ما تبدا صح بتكمل صح، وكل ما تبدا غلط بتزيد الغلط بتاعك. بيجي لما انت تبقى رابط علاقات عشان ما تخشش في الشبكه العنكبوتيه بتاعت العلاقات ده، هي اعملها زي من عامل عشان يبقى في دماغك. انا عايز التخطيط يبقى في دماغك، انت رابط ازاي. لذلك انا كل شويه بفتح لك البلان دي، انا مش بفتح لك البلان عشان انا راجع يا باشمهندس، انا ما يلزمنيش انا راجع، انا بفتح لك البلان عشان تبقى متخيل معايا انا ماشي ازاي، عشان التخيل دي يبقى في دماغك في المشروع بتاع حضرتك اللي هتشتغل عليه. وفي نفس الوقت لما يجي يقولوا لك يا باشمهندس في فلوت عالي في زون واحد، انا عارف ان زون واحد صغيره، انا هاخر زون واحد. طيب في يا باشمهندس في زون مثلا عايزين نعمله كراشنج، عايزين نعمل اكسلريشن، وهنعرفك ايه الفرق بين الكراشنج والاكسلريشن والريكفري والريفايز، دي كل واحده لها معنى، ودي كل واحده امتى تستعمل. يجي بس نقول لك ايه، اعمل لي ريكفري يا باشمهندس، تبقى عارف انا نيجي فاكك، نيجي عامل نقول له حاضر، انا كنت رابط. تيجي في تخيلك في دماغك، دي كله بيرجع للهيستوري بتاعتك، عشان ما تخشش جوه البرنامج وتدرسه، لو دخلت جوه البرنامج ودرسته انت تايه اصلا، ولو رابط العلاقات كتير مش عارف. تيجي تقول انا كنت مأخر، انا كنت رابط فيز واحد، مخلي فيز واحد، تبدأ بعد نهاية زون اتنين فيز واحد، يعني انا كنت زون واحد، فيز واحد كلها، فيز واحد كلها، الفيز دي كلها اخرتها وخليتها تبدا بعد ما نكون خلصت اول مرحله. يعني مثلا احنا لو بدانا النهارده اول سته، انا قلت للمقاول او في المقاول بتاع اللي جه بدري، لان المقاولين مش هيجوا لك في نفس اليوم،
ما هو المقاولين مش هيجوا لك في نفس اليوم وهيبداوا معاك في نفس اليوم، لا المقاولين هيجوا لك واحد ورا واحد، فانت نزلت مثلا مقاول في زون ثلاثة عشان تقيله، او كانت متاحه ليك زون اثنين، واخرت زون واحد شوي، خليتها تبدا بعد نهايه ايه؟ بعد نهايه زون اثنين فيز واحد، بعد نهايه دي. تمام؟ طيب ولقيت في الكريتيكال باث عندي، طبيعي انا ما يكونش عندي كريتيكال، مفروض ما يكونش عندي كريتيكال باث خاص بزون واحد. طب انا بالراجع كده لقيت زون واحد فيها كريتيكال باث، يبقى اذا في حاجه فيها مشكله، زون واحد مرتبطه بعلاقه خارجيه مأخراها شويه، نفك العلاقه دي ونيجي ايه، ونيجي مرجع زون واحد. عايزك تشتغل قطع دومينو، لاحظ، بص هي قطعه اهي، القطعه دي مثلا لو حركتها هتديني مثلا ايه تاخير، طب لو حركت القطعه دي الزياده حركتها كده، حركتها جبتها كده مثلا، حركت دي كده اتاخرت، دي الكلام ده كله على البريمافيرا، فتبقى عارف ازاي تحرك البرنامج من خلال الرسمه اللي قدامك، يعني ما تخشش للبرنامج العلاقات وتقعد تراجع العلاقات والكلام ده كله، انت ممكن تفك البرنامج. ودي الحاجه دي انا في المهندسين اللي معايا في الشغل في اداره التخطيط معايا، قبل ما بيبدا، وخاصه لو كانوا لسه صغيرين، قبل ما يبدا في العلاقات بنقعد معاه ونقول له ازاي اتفقت مع مدير المشروع، وتعالى اتناقش مع مدير المشروع، وعملته ازاي وتخططه ازاي، طب احط الخطه دي معاك يا باشمهندس على درج كده، او على بلان كده مع نفسك على جنب، بحيث هترجع لها بعدين، تبقى عارف البرنامج بتاعك مربوط ازاي. ممكن تعرفها من خلال العلاقات، ولكن من خلال العلاقات هتاخد وقت اكتر، عايزك تبقى متخيل البرنامج بتاعك ماشي ازاي. تمام؟ طيب بدايه المشروع الاول، واحده دي مالهاش بريدسيسور، انا من غير ما اقول لك كده، اذا كل ده هو تتربط معايا يا باشمهندس، مفيش غير نشاطين. او لو فرضنا اعمال، بص يا باشمهندسين يا ريت نركز مع بعض، لو فرضنا ان اعمال الصرف الصحي في زون واحد دي مشروع، لو عملت عليها تشيك مش هتلاقي غير نشاطين، ولو الناس متابعه معايا في الاول انا كنت بنقول لك اي مشروع ما يحتويش غير على نشاطين، نشاط في اول المشروع ونشاط في اخر المشروع، اول المشروع ما يكونش له ايه؟ ما يكونش له بريديسيسور، واخر المشروع ما يكونش له سكسيسور. اي نشاط حضرتك لو وقفت عليه هنا اهوت مع بعض هتلاقي له بريديسيسور اهو حضرتك وله سكسيسور. تمام؟ هنا له بريديسيسور وسكسيسور، الوحيد اللي هتلاقي اللي ملهوش سكسيسور هو النشاط الاخير، اخر نشاط صرف صحي في زون واحد. اذا انت لو اشتغلت بالطريقه دي حضرتك، انت مش اللهم صل على حبيب المصطفى، مش هيكون عندك ان اوبن اند، لان انت عارف بتربط كل نشاط ازاي وكل نشاط ماشي ازاي. تمام؟ طيب انا كده هكتفي بالعلاقات، لان انا طبعا بصراحه يعني هو نفس الشغل متكرر وحضراتكم تعملوه برضو تتعلموا. هنبدا مع بعض، يبقى اذا هنبعت لكم ملف الاكس ار فايل تبداوا تربطوا لي العلاقات، ويكون واحد كده بريمو يربطها بتمعن ويعرف هو رابط ازاي، رابط كل نشاط، عمل فلتر وبالكود وبدا ربط كل الانشطه، يسمع المحاضره دي الشويه اللي احنا اتكلمنا فيه مره واثنين وراجعهم مع بعض كده، ويبدا يربط لي العلاقات ايه مظبوطه وحلوه كده، عشان لما نعمله الفلوت يبقى الفلوت معانا مدروس وكويس. تمام؟ ويتحضروها لي. هنبدا مع بعض النهارده هنعمل حاجه اسمها كود التكويد. وقلت لحضراتكم قبل كده يعني انا هنكتفي بالعلاقات الخارجيه تكملوها، ولو حضراتكم عندكم طلب عليها او مثلا مش مستوعبين حاجه يا ريت يا ريت تبلغونا نكملوا فيها، ولكن هي نفس الخطوات بتتكرر. ولو خدنا مثلا نبدا مثلا بزون، انا عملت ازاي؟ بتيجي عامل فلتر زي مع بعض وعملنا بالساور سيستم، تعالوا نعمله بقى نفك الفلتر ونعمل مثلا شبكه الميه والري مثلا، او هنعمل شبكه الميه بس، حضرتك تعمل الفلتر، فك الفلتر وقول له ابلاي، وخش لي على، انا خلصت شبكه الصرف، هخش على شبكه الري الميه. تقف حضرتك كده مثلا، لو انت خلصت كل الصرف للمشروع ككل، تقف حضرتك على، دي مجرد مراجعه اهي، تقف حضرتك على البوتابل واتر، وتقول له موديفاي الفلتر بيتعمل ازاي يا باشمهندس؟ الاكتيفيتي نيم contains ايه؟ contains slash pw اللي هي الخاصه بالبوتابل واتر، وتقول له ابلاي واوكي. تمام؟ طيب بتيجي بعد كده يا باشمهندس هنيجي عاملين ايه؟ هنقول له الصرف
المية دي المية هتبدأ ورا بعضها. طيب في حاجة بقى يا باشمهندس هتبقى هنقولها لك برضو بعد ما نخلص المية بس، وانه هقولها لحضرتك، ان احنا قلنا ايه، الصرف هيخلص هنا الاول في كل الزون، وبعد كده هنخش بالايه، هنخش بالمية دي هنشرحها لك المرة الجاية بالتكوين، بس يا ريت تكونوا ايه ربطوا لنا العلاقات دي. قلت لحضرتك بقى ان ايه، احنا ربطنا العلاقات الداخليه. هنعمل مثلا ايه، هنا شبكه الميه، شبكه الميه رفع مساحي وسيفتي، يخلص الاولى يخش في الثانيه، وبعد كده الثالثه نعمله بس انه بوتوم لي اوت كده الاول. الاولى يخش في الثالثه، وبعد كده الرابعه، وقول له ايه، وقول له لينك اكتيفيتيز. بعد كده يا باشمهندس يخش بالحفر الاولى، بعد كده الثانية، وبعد كده حفر الثالثة، وبعد كده حفر ايه الرابعة لينك اكتيفيتيز. لاحظوا يا باشمهندسين ان انا شغال فينش تو ستار، ما استعملتش اي علاقة تانية غير الفينش تو ستار. يخش بعد كده الاعمال البيدنج في الاولى والثانية والثالثة، ووصلنا بالرابعة، وقول له لينك اكتيفيتيز. بعد كده اعمال التركيب والمحابس والكلام ده كله، تاخد بالك انت ايه، كل نشاط خليك فاهمه. يعني انا هو المحابس والمواسير، المحابس والمواسير والروم والفالف روم اهوت لينك اكتيفيتيز. بعد كده الاختبارات، بس ما تبصش حاجه مكان حاجه، الاختبارات لينك اكتيفيتيز. بعد كده الرادمه لينك اكتيفيتيز. في ساعات يا باشمهندسين عشان بس ما تاخدش الترتيب دي عليا تحتاج بيه، في ساعات يكون الهاوس كونكشن قبل الراد، حسب ظروف كل مشروع، ترتيب العمل دي بينك وبين المدير المشروع وبين ظروف الموقع وبين التوريدات. يعني مثلا ايه، انا مش هنعمل الهاوس كونكشن لان في ماتيريال خاصه بالهاوس كونكشن مش موجوده في الرساله، جت ينزل اول نشاط يجب ترتيبه، ينزل الاكس ار، يا ريت ملف الاكس ار. ايوه يا باشمهندس هنزله، عشان تشتغلوا عليه، ما انا مش هعمل لك كل الانشطه وانا عايز الشباب يخلصونا، هنبعتوا الملف الاكس ار دلوقتي حالا ان شاء الله، اقفل وابعته لكم. اخر حاجه يا باشمهندسين معانا اهوت الهاوس كونكشن لينك اكتيفيتيز. كده خلصنا. ولما تيجي تعمل سكادول، انت لو اشتغلت المشروع ككل يا باشمهندسين هتلاقي، مش هتلاقي غير اول نشاط اللي هو ملهوش بريدسيسور ده، واخر نشاط ده. تمام، يبقى اذا انت شغال وعارف نفسك انت بتعمل ايه. شوف كده العلاقات متربطه اهيت، وعارف كده ايه اعمال الحفر هنا خلص بص منظمه، المقاول خلص حفر هنا، دخل خلص حفر هنا، دخل خلص حفر هنا، دخل خلص حفر هنا، انتهى بين. بتبدا برضو نفس القصه ايه بالانشطه اللي باقي. هنبدا بس نعمل كود. هل اعمال المساحه تغذيه المايه هترتبط باخر نشاط لاعمال المساحه لا يا باشمهندس يا زعيم، احنا قلنا ايه، احنا هنخلص مساحه هنا، تمام، هنخلص هنا وهنخلص هنا وهنخلص هنا، مش هشتغل مساحه اصليه. انا هو النشاط انا مختصر شويه عشان سرعه العمل، هو المفروض تكون المساحه اولا، المفروض يكون في مساحه مبدئيه يبدا يعمل لك رفع ويشوف لك بقى الايه السلو هينزل فين والكلام ده كله وشغلهم. دي نقطه. النقطه الثانيه اعمال السيفتي، هو النشاط، هو النشاط مش مساحه بس. لو تلاحظ النشاط هو ايه، انا كاتب لك سيتنج اوت، انا مختصر بس السيتنج اوت، الاعدادات الاوليه والروت سيرفي واعمال المساحه والهيلثي والسيفتي. الاعمال السيفتي دي اصلا بيتعدل مع العمل. يعني مثلا انا خلصت حفر هنا، تمام، هتخش في حفر الميه، بتبدا تعدل السيفتي وبتظبط السيفتي الخاص بالميه قبل النشاط. ممكن الفريق بعد ما يخلص السيفت هنا والسيفت هنا والسيفت هنا والسيفت هنا، ولاحظ ان عليها فلوت كتير، ما انا لسه احنا لسه هندرسوها مع بعض بحيث ان ما يكونش عليه فلوت، تمام. ممكن انا نعمل مانج، ممكن نشاط السيفتي اصلا لوحده لان هو صغير مدته صغيره، وبعد منه انشطه مدتها 14 يوم وكلام ده كله 18 يوم، فعليها فلوت. ممكن واحنا شغالين واحنا بنظبط الفلوت هنيجي نقول لك يا باشمهندس السيفتي اللي خاص بعد ما مش بعد ما ما, ما السيفتي خلص مثلا على سبيل المثال في زون 1 فيس 3 هننقله، احنا اهوت عشان نقرا مع بعض، زون 1 فيس 3 على سبيل المثال
هو لسه معاه فلوت، ما تنزلهوش لفيز 4 لانه معاه فلوت، خليه يعمل لي زون 2 فيز 3 معاه بالمره. معاي؟ ليه؟ لانه عليه فلوت. فتبدا ايه واحنا بندرس الفلوت هنبدا ايه نوزع لك ايه نمانج لك الاعمال دي بحيث تبقى ايه تحركها مع بعضها. تمام؟ هنجاوب بس نشوف الشباب حضرتك قلت لنا الميه والري مع بعض. ايوه ما احنا نبداوا، ايوه ما هتبداوا مع بعض. هتبداوا مع بعض، ما انا هقول لك. بص يا باشمهندس احنا لو عملنا فلتر وفتحنا الفلتر هم لسه الى الان كلك بيبداوا مع بعض. كلك بيبداوا مع بعض بالمناسبه، تعال احنا لسه ما عملناش فيه علاقه تانية. لاحظ ما هو ما هي الصرف اهو بادئ كام الصرف؟ بادئ 2 جانيوري، الميه بادئ كام؟ بادئ لسه 2 جانيوري، احنا لسه في علاقات خارجيه تانية لسه هعملها، ولكن انا بقول لكم اربطوا لي دي المره دي، المره الجايه هنقول لك بقى ايه؟ احنا الترتيبه بقى الميه والصرف هيبداوا مع بعض حضرتك محركينهم. بعد ما يخلص الميه والري اسف هيبداوا بعد ما يخلص الصرف خالص. يبقى هنيجي في اخر حفر، اخر نشاط في الحفر، ما تسبقش الاحداث، اخر نشاط في الحفر. اخر نشاط اللي هو فين بقى؟ اخر نشاط خاص باعمال الحفر بالصرف هنا، يعني هتبدا الميه هنا. فهيبقى في جاب طويله. معايا؟ فهم لسه احنا ما ربطناش العلاقات دي. العلاقات لا فينش تو ستار يا باشمهندس. فينش تو ستار، العلاقات فينش تو ستار، احنا لسه ما ربطناش ستار تو ستار. ايه يا باشمهندس؟ لسه في الاول. لا هي مش ستار تو ستار يا باشمهندس، احنا لسه ما ربطناهاش، هي ما قبلهاش حاجه. لسه مش مربوطه بحاجه، يعني لو حضرتك لو رجعنا الديتيلز للسيتنج اوت هنا ما قبلوش، مش قبله اي حاجه، مش قبله لسه ايه بريدسيسور. وهنا بقى دي بالنسبه للايه؟ بالنسبه للصرف، وبالنسبه للميه لسه ما فيش حاجه قبل منه اهو. تمام؟ فهي مش ستار تو ستار، ما تقوليش ما فيش علاقه بينهم اصلا. هو انا ربطت لك هو في علاقه، حضرتك ازاي تقول لي ستار تو ستار؟ هو في علاقه بين السيتنج اوت والروت سيرفي بتاعت زون واحد والسيتنج اوت روت اللي هي للصرف، وفي علاقه بينها وبين الميه؟ لا ما فيش علاقه، بدليل انت لو وقفت هنا ما فيش اي علاقه. ديما النشاط السيتنج اوت للروت سيرفي للصرف في زون واحد فيز واحد، اللي بعده مين؟ حضرتك بص لي تحت هنا، بعد منه الحفر بتاعه، وبعد منه السيتنج اوت الروت سيرفي اللي هي خاصه، بص بقى اهو افتح كده وبص، اللي هي خاصه بزون واحد فيز 2، يعني اللي بعديه صرف. بص اللي بعديه اس هنا ما فيش ميه، يعني اذا ما فيش علاقه بين الصرف هنا والميه. دي ليه انا بقول لك افهمها؟ لان هي دي المهمه، دي لب الموضوع، ولازم تبقى فاهم كويس امتى تربط العلاقات وتشتغل على المينيمم ريليشن. ما تقوليش مثلا الميه وبعد الميه صار، زي ما ضربت لكم مثال قبل كده لو تتذكروا، وقلت لكم مثلا ثبت اللهم صل على الحبيب مصطفى، ثبت سقف الدور الارضي. ممكن واحد يقول لي ايه؟ ثبت صرف سقف الدور الارضي قبلها حداده اعمده الدور الارضي، ونجاره اعمده الدور الارضي، ويثبت اعمده الدور الارضي، ومعالجه اعمده الدور الارضي. هم فعلا اربع علاقات وفعلا صح، بس انت عجنت الدنيا، دي مش صح. دي انت كده بتتوه نفسك، انت تشتغل على المينيمم. وقلت لك في حكمه جميله جدا في الكونستراكشن مانجمنت، بتقول ايه؟ اف you can't simplify your schedule you don't understanding it enough. لو ما عرفتش تبسط البرنامج الزمني بتاعك فانت ما انتش فاهمه بصيغه كويس. بدليل انا لو ما فهمتكش يا باشمهندس، انت لو ما فهمتوش مني، ما فهمتوش كويس مني، فالعيب مش فيكم، ده العيب فيا انا. لو انت مركز، ده معنى انت لو انت مركز وما فهمتش، المشكله عندي انا، لذلك بقول لك اسالني، فالمشكله عندي انا. فانت بتتعامل مع مدير مشروع ممكن ما يكونش بيعرف يفتح البرمافيرا، وتعجن له علاقات كتير كده قوي، فاذا كنت تايه فيها اصلا، انا بنلاقي والله بلانر تايهين في العلاقات. تمام؟ فانا عايز اقول لك الخطوط الكتير ديت، ولما المشروع ينتهي معانا بتبقى فيه خطوط كتير. يا باشمهندس المحاضره بتترفع على اليوتيوب يا باشمهندس، قدام الفن هيجاوب. لما تبقى بتلاقي مثلا سيل من العلاقات، ولما نكمل هتلاقي علاقات كتير قوي قوي قوي، بس انت عارف كل حاجه مربوطه ازاي، وكل حاجه جايه منين ورايحه فين، كل حاجه جايه منين ورايحه فين. تمام؟ طيب فاحنا لسه ما ربطناش، احنا دلوقتي بنربط ايه؟ الشبكات ببعضها. احنا دلوقتي ربطنا العلاقات الداخليه، الانشطه ببعضها. المره اللي فاتت ربطنا العلاقات الداخليه، المره دي بنربط الشبكات ببعضها، شبكه الصرف
مع شبكة الصرف مع شبكة الصرف، شبكة المية مع شبكة المية مع شبكة المية. ما قلتلكش هم هيبدأوا مع بعض ازاي، هيبدأوا مع بعض بعد ما نربطهم كلك ببعض، هنقول لك مين اللي يبدأ بعد مين ومين اللي يبدأ قبل مين. عايز بقى حضراتكم الله يكرمك يا باشمهندس، الله يكرمك يا باشمهندس من فضلك، الله يكرمك. هاخد بس الربع ساعة دي في الكود عشان نقفل على 11 إن شاء الله في التكويد، وتبدأوا لي العلاقات بنفس الطريقة، عايز واحد كده أو اتنين شباب حلوين كده زي اللي بعتوا لنا النهاردة يبدأوا يعملوا لنا بنفس الطريقة اللي أنا قلت لكم عليها دي، تمام؟ وهنكمل برضو المرة الجاية علاقات. بعد كده هنبدأ إيه يا باشمهندسين؟ عايز بقى إيه ال 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 سر البريمافيرا، سر البريمافيرا. إحنا دلوقتي ما هنشتغل بريمافيرا، سر البريمافيرا كنا الأول بالإكسل، الإكسل كتير، لا دلوقتي هتلاقينا شغالين إكسل كتير على البريمافيرا كتير. سر البريمافيرا في حاجتين، الفلاتر والتكويد. لو عرفت تفلتر صح وعرفت تكود صح انت هتبقى محترف بريمافير، هتخلي البريمافيرا تتكلم معاه. فايه هو التكويد؟ التكويد هو شبيه بي الدبليو بي اس. احنا عملنا المره اللي فاتت لو تفتكروا يا شباب احنا ايه عملنا، ايه عملنا الدبليو بي اس دي مع بعض، واكيد ايه حضراتكم بقيتوا محترفين واحسن مني ان شاء الله فيها في ايه في عمل الدبليو بي اس. طيب انا عايز اعمل حاجه تانية شبيهه بيها وهحتاجها وهقول لكم هنحتاجها ليه يعني في وقتها، هنقول اللي هي ايه التكويد. يعني يبقى معايا دبليو بي اس ومعايا تكويد، لما احتاج نظهر البريمافيرا بالدبليو بي اس بتاعتي طبيعه الترتيب المنطقي للاكسل شيت اللي هو ده الاكسل شيت اللي احنا شغالين عليه بنظهره بالدبليو بي اس. طب لو عايز مثلا يجي مثلا المدير المشروع يجي يقول لي طيب يا باشمهندس عايزك تظهر لي مثلا الصرف الصحي في اعمال في زون واحد مع الصرف الصحي مثلا في زون اربعه، ايه علاقتهم مع بعض على سبيل المثال؟ مثلا دي سؤال هيجي لك، هيقول لك مثلا انا عايز يا باشمهندس اعمال الصرف الصحي في زون واحد فيز ثلاثه هتبدا امتى مع زون ثلاثه فيز اثنين. ده السؤال، يعني عايز المنطقه دي، عايز المنطقه اللي هي هنا ده مع دول علاقتهم ايه ببعض؟ هيبداوا امتى مع بعض؟ حصلت مشكله لت... طب ازاي؟ طب اطبعها، اطبع الاثنين دول مع بعض يا باشمهندس عايز نقارنهم كده. هتعمل الكلام دي ازاي؟ هتعمل الكلام حضرتك بالكود، هتعمل الكلام بالكود، تمام؟ هنتعلم مع بعض النهارده التكويد، هنكملوه في 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 في, في الربع ساعه دي مع بعض، و هتكونوا خلصتوا لنا انتوا ان شاء الله، هتكونوا خلصتوا لنا العلاقات الداخليه زي ما انا شغال كده كل الشبكات مع بعضها والكلام ده كله ورتبناها. هنكمل المحاضره الجايه بقيه العلاقات، مثلا ان الميه هتبدا مع الري، وبعد كده هنخش والصرف هيكون بدا الاول وخلص، وبعد كده نخش بالميه والري، ونخش بالاكسس ديت ونشوف مشاكل الاكسس ديت والكلام ده كله، امتى نحط السوفت كونسترين، وفي المحاضره الجايه ان شاء الله ربنا عان. هندخل مع بعض بقى ايه التكويد. التكويد بقى يا باشمهندسين عايز بقى ايه، إيه انا هديك فكرته وانت هتمانج حسب المشروع بتاعك. بتخش على الاكتيفيتي كود، تمام؟ وبتقول له ايه؟ بتقول له على سبيل المثال انا عايز مثلا اول كود عندي ممكن نخليه باسم المشروع، نقول له مثلا ايه الشفا مثلا، مشروع اللي هو خاص بمشروع الشفا. الشفا 61 كلوز، تمام؟ من الشفا مثلا نقول له، ممكن نقول له ايه اللي عايز شبكه الصرف ورا بعضها على سبيل المثال، نقول له مثلا ايه هات لي. انت هتحس ان هو دبليو بي اس، هتحس في الاول كده وبعض الاسئله هتنطرح، هيجي واحد يقول لي ايه طب يا باشمهندس انا مثلا اقول له دي زون واحد، احنا ايه استفدنا؟ ما انت حضرتك بتعمل لي دبليو بي اس بس هتعرفها بعدين، هتحس ان ايه ان هي بتحتاجها ترتيب. طيب بعديها مثلا هنقول له زون واحد سور سيستم، لا احنا ممكن نقول له زون واحد وتحت من زون واحد سور يعني منها ازاي، بتعوز تفكير شويه عشان هتظهرها ازاي، ولكن انا ممكن هنا نقول له ماشي، نقول له هنا زون واحد فوق منها زون واحد، زون 01. في سؤال جاي، انا عيني بس على اسئله شويه كده، هندسه باقي كام محاضره باقيه بالظبط؟ والله يا باشمهندس انا عايز اخلص بكره، اتوقع ممكن ثلاث يعني من محاضرتين لثلاثه
من محاضرتين لثلاثة، وفي محاضرة هنعمل فيها الريكفري والريفايز. يا باشمهندس يعني إن شاء الله، يعني نتمنى من الله إن يكون محاضرتين لثلاثة، زادوا أربعة ما أعرفش يا باشمهندس، فهو إن شاء الله يعني من محاضرتين لثلاثة، نتمنى إنه مش هيزيدوا عن كده. أس أس نستعجل بس، بعدها زون واحد أس أس أور سيستم، بعديها احنا ممكن نقول له زون واحد ساور سيستم. ممكن نقول له مثلا ساور سيستم، وهنا مثلا ساور سيستم زون واحد، او نخلي مثلا اللي استور لكل الشبكات ندلت دي، اللي دي ودلتها بس انا اد دي خليل اللي استور لكل الشبكات، مش مشكله. ودي البوتابل ووتر لكل الشبكات، خلينا نختصر شويه وعشان بس تحسوا ايه نبدا نخلصه بس. وعايزين البوتابل ووتر لكل الشبكات، كنترول سي، البوتابل ووتر لكل الشبكات هنا، كنترول سي كنترول في، ساور سيستم، وهنا بي دبليو بي دبليو. وعايزين الشبكه اللي بعدها ايه، اد الشبكة اللي بعدها كانت تقريبا الاريجيشن، كنترول سي اهيت، وكان بقى 10 دقايق هنخلصهم في ال 10 دقايق ان شاء الله. الكود تكونوا عرفتوا حاجة وتبدعوا فيها مع نفسكم بقى، يعني ايه هتبدع فيه يعني. بعد كده هندخل على الشبكة رقم البوتابل، احنا خدنا الالكتريكال سيرفيس، الاي اس طبعا. انا لو هنظهره بالطريقه دي يا شباب دلوقتي، فحضرتك هتقول لي ما انا ممكن اجيبها بالكود بالاي دي اللي نعمله في النشاط، فانت طبعا انت ممكن تجيبها بالاي دي، بس انا هعرفك التكوين، لان ما ممكن مش عايز كل الحاجات اللي بتحتوي على مثلا الكود ده. مثلا انا عملت مثلا ايه، عملت كود بيحتوي على الاي اس، فهيجيب لي كل الالكتريكال سيرفيس الخاصه بالمشروع، فلتر بالاي اس. طيب هتيجي، طب انا عايز، لا انا مش عايز كل اللي خاص بال، مش عايز الالكتريكال سيرفيس لكل المشروع، لان عايز بحاجه معينه مثلا لزون معين، فهتقدر تجيبها من الاكواد سي ال بي اللي هي سي ال بي. بعد كده هتقول له بعدها تيليكومينيكيشن، كنترول سي، تيليكومينيكيشن تي اس. بعد كده تقول له اد اخر نقاط تقريبا الوين كورس تقريبا يا شباب، اد وين كورس ان شاء الله، وين كورس دبليو اس. كده عملت ايه، فلتر بس، كود بسيط، كود بسيط، ولكن ايه لو هتكود بقى حضرتك ايه هتظبط زي ما انت عايز. بتقول له كلوز، شوف بس الاسئله اللي جاتنا، تمام ما فيش اسئله. طيب بعد كده يا باشمهندس، بعد عملت الكود بتدوس كليك يمين وتقول له كولومز، ماشي، وتقول له مثلا احنا كنا بنقوله ايه اسمه الشفا، باين الشفا، وتعمل فلتر كده وتبص الشفا هي، هاتها لي هنا بعد البادجت توتال كوست، وتقول له ابلاي اوكي. طيب عايزين نبدا بقى ايه نكود بناء على الساور سيستم. عايز مثلا شبكه الساور سيستم تجي لي ورا بعضها، ممكن ايه ناخد دي، نعمل فلتر كنترول سي موديفاي. طب نعمل دي ونقول له ابلاي الاول، ناخد البوتابل ووتر الاول، ناخد البوتابل ووتر الاول لانها موجوده في الفلتر. طيب البوتابل ووتر حضرتك لما تيجي دايس هنا يا باشمهندس، وهتقف لي على البوتابل ووتر البي دبليو. طبعا انت في الحاله دي، بص يا باشمهندس عشان بس اللي مش فاهم قصدي، في الحاله دي هتقول لي ايه فايده الكود يا باشمهندس، مع ما انا عامل، ما انا عامل ايه فايده الكود اللي انا عامله، ما انا عامل كود صغير، حتى لما بكلمك اللي بين قوسين دي كود ممكن اشتغل بيه، بس اللي بين قوسين دي مش هيخدمك زي ما انت عايز، وحتى لو انت عايز كودين مع بعض مختلفين.
طبعا انت مش ممكن ما تستوعبهاش غير لما يكون مثال عملي، ولكن خليك معايا بقى، خليك معايا. احنا كده عملنا البي دبليو، نتعلم عليها كده وتقول له في الداون خلاص عملنا ايه، عملنا كود للخاص بالبوتابل واتر، وهات لي او هات لي هنا موديفاي، وهنا كنترول سي كنترول في اس وابلاي اوكي، هات لي الساور سيستم وعلم عليه كده وانزل تحت خالص ودوس لي شيفت، حط لي دي تحت الايه، تحت الساور سيستم، واطلع لي فوق. اللهم صل على الحبيب المصطفى، هناخده بعد كده فك الفلتر وهناخده بعد كده ايه ابلاي اوكي. ممكن حضرتك بقى ايه وانت شغال كده يا باشمهندس تقول مثلا ايه، لو على سبيل لو انت مش عايز تشتغل مثلا بالكود ممكن تيجي واقف كده، ودي تبع الاريجيشن اهوت، تيجي واقف الاريجيشن اهوت في الداون، في الداون، وتعيش حياتك. مثلا دي تبع الاي اس، يعني دي طريقه ثانيه، يعني تيجي مثلا تبع الاي اس اللي هي الالكتريكال سيرفيس، الالكتريكال سيرفيس اهيت، بس احنا بنجيبوها ايه بالفلتر اسرع يعني، وتقول له في الداون وتعيش حياتك، بس تاخد وقت معاك تمام. ولكن احنا عن ايه هناخد شبكه الاي اس دي عشان نخلصها كلها مع بعضها، كنترول سي وتخش على الفلتر، وانا بحاول بعمل معاك كل شويه فلتر يا باشمهندس عشان تستوعب الفلاتر، وتقول له اوكي هنا ابلاي اوكي، ومعانا دي جاهزه. نيجي نازل بكل الانشطه وتقول له ايه تنزل للاخر كده وتقول له شيفت لحد ما تنزل لاخر، وتقول له فيل داون، حطها لك تحت الايه الاي اس. دي حاجه للبرزنتيشن ولتسهيل الشغل هتحتاجها بعدين. بعد كده الشبكه اللي بعد كده افتح لي الفلتر وقول له ابلاي واوكي. بعد كده الالكتريكال سيرفيس الاي اس بن يا باشمهندس، حاول تاخد بيه الداش اللي قبلها عشان ما يجيبلكش حاجه يعني، الاي اس واللي قبلها الاي سلاش الصغيره اللي قبلها ده عشان يجيبها لك مظبوط يعني. اوكي ابلاي اوكي، ويطلع لي فوق كده اهوت، وانزل في الداون، في الداون. خلصنا كده الايه، خلصنا الالكتريكال سيرفيس. بعد باقي معايا ايه، باقي معانا تقريبا 3 شبكات، الابلاي اوكي، ال اللي هي بتاعت الخاصة بالكيب لينك، موديفاي اوكي، الساعة 10 الساعة داخلة على 11 هنا، اوكي بولينج اهيت، وانزل لي بايه للاخر في الداون. لو في اسئله اكتبوها لي في 5 دقائق كده هنجاوبها مع بعض ان شاء الله. افتح لي الفلتر تاني، بقيلنا ايه بقى يا شباب، بقيلنا اللي هي التليكومينيكيشن، كل الانشطه كنترول سي وموديفاي، كنترول سي كنترول في اوكي ابلاي اوكي، تيليكومينيكيشن، وانزل لي تحت خالص، انزل لي تحت خالص وقول له في الداون اوكي. باقي لنا اخر شبكه ابلاي اوكي. يا شباب اللي الناس اللي حاسه ان الدوره طويله، انت لما بتشتغل مع نفسك بتبقى اسرع من كده، خلي بالك يعني. وبرضو الشباب الصغيرين بيبقوا اسرع مننا يعني، انت يعني ايه، عشان بس الباشمهندس اللي كان بيسأل وباقي قد ايه على وقت المحاضره، يعني باقي كم، ما تحسبهاش على ان مثلا ان احنا ايه طولنا، ان انت في شغلك هتبقى بتطول، لا انت بتبقى اسرع مننا يعني، السن بيبقى اسرع، الشباب الصغيرين عندي انا بيشتغلوا اسرع مني، وانت مع نفسك يعني بتبقى اسرع يعني. دي اخر شبكه فيلد، معلش اسفين. الاسئله اللي عنده اسئله جاهزه هنجاوب دلوقتي في 5 دقايق كده، نجاوبه عليها بسريع كده يعني عشان ما نضيعش وقت.
احنا كده خربنا خلاص. تعالوا بقى نظهر بقى ايه، نقوله مثلا ايه كده، احنا خلصنا الكود. طب ايه فايده الكود يا باشمهندس اللي حضرتك بتعمله دي؟ فايده الكود ان انا ممكن نظهر مثلا ايه، هنقول له بدل ما انا اعمل لي جروبنج باي. جروبنج باي بقى ايه؟ لو قلنا مثلا ايه شايفه فين بقى الكود اللي احنا عاملينه، ممكن اهي تقول له ابلاي الشفا، عايزك تجيب لي مثلا، عايزك تجيب لي تحت الشفا ايه، عايزين نجيبه مثلا ال ساور التايب اوف ورك، او ممكن نجيبه الشفا وخلاص. دلت لي دي صار لي دي مثلا بالليفل بتاعتها، وقول له ابلاي واوكي، ظهر لي الويرنج كورس. انا ظاهرين ايه؟ طب لو اقول لي ابلاي، انا عامل فلتر على الويرنج كورس، افتح لي بس الفلتر واقول له الكل وابلاي اوكي. كده يا باشمهندس لما تيجي ايه، لاحظ بقى ايه الساور سيستم جاي لكل تحت بعضها ايه، تمام. تيجي بعدها بعد كده تلاقي مثلا ايه اعمال الميه تحت، بتبدا تقارن اعمال الميه للمشروع ككل. تعالوا نقفلوها بقى عشان حضراتكم تحسوا معايا بقى مش بالدبليو بيس اهو. تلاحظ ايه كده الميه، طبعا انت ممكن تعمل حسب انت عايز ايه وتخلي البرنامج يظهر اللي انت عايزه من خلال الكود، تمام. اعمال الميه، الانشطه الخاصه باعمال الميه، اعمال البوتابل ووتر، اعمال الريجيشن، اعمال الالكتريكال سيستم، اعمال الكيبل لايتنج، والكلام ده كله. عرفت احنا عملناهم ازاي يا باشمهندس؟ عرفت احنا عملناهم. واللي ما فهمش راجع اللي انا شرحته. بتحتاج الحاجات دي ازاي يا باشمهندس؟ بحتاجها ازاي نظهر معاي. بتبدع في الفلتر؟ حضرتك بتبدع في الفلتر بالكود، وتبدا تعمل من خلال الفلتر والكود تبدا تظهر اللي انت عايزه بالظبط. واحنا مع بعض شغالين هتلاقيني بفتكر حاجه مش هينفع تظهر غير بكود وفلتر هنعمله مع بعض. فانا مش هكمل في الفلاتر غير اللي انا قلته دي، وفي الاكواد غير اللي انا قلته دي. انت عرفت الطريقه ازاي واحنا شغالين مع بعض؟ ممكن ايه، ممكن حضرتك ايه، ممكن حضرتك تظهر مشاكل، هتلاقيني انا شغال انا كاني بعمل برنامج على فكره، ولكن هتلاقينا ظهرت لنا مشكله مش هنحلوها غير بالكود مع الفلاتر مع بعض. السجل مش موجود بالرابط ده مش تبع السؤال دي. سجل ايه هندسه؟ لو سمعت هل سيتم الشرح الكيس ستادي تاني؟ ايوه يا باشمهندس هشرح لك، طبعا هشرح لكم يا باشمهندسين كيس ستادي تانيه اللي هي التراديشنال التقليديه. بس انا شرحت لكم دي، انا دلوقتي الساعه 11 و5 بالظبط، ان شاء الله هنقفل، او 11 و7 عشان وقت المحاضره ما يقلش. ويا مهندس اسامه تبقى يا ريت الاسئله دي لو تقطعها من الشرح عشان ما نضيعش وقت الناس. يعني الكيس ستادي يا باشمهندسين، هشرح لكم كيس ستادي تاني. ايوه الاجابه على السؤال دي، ايوه هشرح لك كيس ستادي تاني. الاي او تي والكليم باشمهندس، الاي او تي والكليم هعدها، ولكن في تنسيق ممكن هتعرفها بعدين. هعد لكم كورس قوي جدا ان شاء الله في الكليم. الدوره ليست طويله، بالعكس تمام، فعلا الدوره ليست طويله، ان مش سؤال. انا عايزين يا باشمهندسين اسئله بس، عشان ما شاء الله الله يجزيكم خير، ليست طويله، نفسنا تكمل معانا. يا باشمهندسين ان شاء الله ان شاء الله، والناس اللي حاضره هقدم لك كليم، بس الكليم دي هنخليك مهندس محامي، فاهم؟ يعني انا في حاجتين، ازاي نخليك مهندس محاسب اللي تعمل كوست كنترول. مش هشرح لك انا هتلاقيني بشرح لك يا باشمهندس قيود يوميه والمحاسبه الاداريه والمحاسبه الماليه، هنبسطها لك، ولكن دي انا ما عددتش لها الماتيريال، هنظبط لك ماتيريال لها فان شاء الله. وهنقدم دي دوره كامله مش هسلقك فيه، وهنقدم لكم دوره بمشيئه الله، بس امتى ما اعرفش، امتى ممكن تكون سنه بعد سنه بعد 6 شهور بعد 3 شهور، ما اعرفش والله، لسه لم احدد ولم احطها في الخطه. وهقدم لك كليم او الكورس في الكليم مع الفيديك، ازاي تكون مهندس محامي، مهندس محامي، مش تاخد الطريقه كده، وازاي تركب المواد على بعضها، وازاي تعرف. وانا كنت شرحت لكم قبل كده برزنتيشن بسيط جدا اللي انتوا لو تعرفوه، قلت لك ايه هي البروسيجر دي. بتيجي مع السن يا باشمهندس، يعني ايه؟ بتيجي مع السن. يعني انت مثلا، انا دلوقتي ما بشتغلش بلانر، يعني انا ربنا اعلم انا قاعد دلوقتي ومش قادر اقعد، الضغط مرتفع عني لان انا بقالي كتير صاحي. وفين الكيس ستادي اهو. فما انت مع السن بتلاقي نفسك انت ايه اهو،
مع السن بتلاقي البوزيشن بتاعك بيتغير. انا قلت لكم فانت دلوقتي بلانر، انت دلوقتي حضرتك بلانر، كنت شرحت لكم انا الكلمه دي، حضرتك دلوقتي بلانر، كمان شويه بتلاقي نفسك اشتغلت في العقود اللي هو الاكستنشن اوف تايم والكلام والكلام ده كله، ان انت ايه مهندس محامي. بعد كده بتلاقي نفسك البوزيشن بيتغير، بتلاقي نفسك ايه في لان مراقبه التكاليف او الكوست كنترول برضو بوزيشن مع ناس كبيره وبيبقى تحت منك ناس شغالين. يا بتاخد الاتجاهين، بتاخد يا اما تلاقي نفسك بقى ايه، بس في النهايه لازم تكون خريج البلانر مدرسه التخطيط. بعد كده بتنتقل يا اما تلاقي نفسك دخلت في مدرسه العقود والاربتريشن والكلام ده كله، يا اما بتكون اشتغلت في الكوست كنترول. تمام. العقود بتكون محامي، مهندس محامي، المراقبة التكاليف مهندس محاسب. تمام، دي كانت اجابتي على السؤال دي باختصار. الاجابه اللي بعد كده نبدا ندخل بقى الاجابه اللي كانت السؤال اللي بعد كده، دي اللي كان السؤال الخاص ببهاء. الدوره بسيطه بالعكس، فعلا فعلا الدوره ليست طويله. تمام، الدوره ممتازه، الله يجزيك الخير يا باشمهندس، انا مشاكل الله يكرمك يا باشمهندس. ما هو انا حابب ان انا اكلمك يا باشمهندس، انا بحكي لك مشاكل صخريه ولسه لما تخش على الاكسس ديت والكونسترين وازاي تظبطها، عشان لان انا مش هشرح لك، نقول لك الانتربرايز بروجكت ستراكشر والكلام ده كله، فانا بكمل لك نقاط زملائنا ايه ما سبقونا له. كم مده؟ شكرا يا باشمهندس. سي اي اسمها مش عارف اقراه والله الاجابه للسؤال، اس اي في الاول اسمها، شكرا يا باشمهندس. ما اكونش مصري الاسم ده. محمود فوده، كم مده عمل؟ انت كنت سالني سؤال يا فوده وانا نسيته بصراحه، فياريت تذكرني بيه. كم مده عمل؟ سالني سؤال قبل كده زمان، انا كنت فاكر نقول فوده دي. كم مده عمل جدول زمني محترم للعميل؟ يا باشمهندس حسب المشروع، حسب المشروع وحسب الليفل، حسب الليفل وحسب المشروع. السؤال دي مش تبع الكورس، السؤال دي مش تبع الكورس، سؤال خارجي مش هطول فيه. الله يكفيك خير، جزاك الله خير. الحمد لله، انا مفيش اسئله، شكرا يا باشمهندس. كده الساعه 10 عندكم 10 و11 دقيقه، كده الاسئله كلها. شكرا يا باشمهندسين، وربنا يجعلنا نكون عند حسن ظنكم دايما، وربنا يوفقنا واياكم ان شاء الله.